مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. برحب بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف وحصاد الأسبوع. أسبوع رائع، أسبوع جميل، أسبوع أفراح بالنسبة لجماهير النادي الأهلي وكل الجماهير المصرية الحقيقة. الأميرة السمراء رقم 12 مشرفانا ومنورانا في المحترف، والحقيقة الأفراح مش هقول لا تزال، ولكن الأفراح ما زالت في القلوب الحقيقة، في قلوب جميع الأهلوية وعشاق النادي الأهلي، في قلوب كل لاعبي النادي الأهلي المتواجدين حاليا في منتخب مصر واللي عندهم راحة. الحقيقة هذه الفرحة يعني كانت فرحة كبيرة جدا، إنجاز كبير للنادي الأهلي. بنقول ألف 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 مبروك مرة تانية وثلاثة وأربعة واثناشر. الحقيقة من خلاص يعني احنا بنتكلم على أفراح، وما زالت نشوة الأفراح داخل جماهير النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي. لكن الحقيقة النادي الأهلي على مستوى الإدارة خلاص قفلنا الصفحة وبيقفلوا الصفحة. لعيبة خلاص دلوقتي مركزة مع المنتخب بشكل كبير، اللعيبة في بعض اللاعبين اللي ما انضموش للمنتخب واخدين راحة لحين بداية التدريبات مرة أخرى للأجندة الدولية. الحقيقة النادي الأهلي في الفترة اللي جاية الحقيقة عنده تحديات كثيرة جدا جدا. ولو بنتكلم على اللي فات الحمد لله كله على مستوى البطولات، واخرها البطوله الافريقيه. بنتكلم على الدوري المحلي، عندنا الحقيقه لسه بعض المباريات، مباريات كثيره جدا مؤجله ان شاء الله. النادي الاهلي بعد الاجنده الدوليه هيخوض هذه المباريات. بنتكلم على التحضير حتى على مستوى ما هو قادم، ما هو قادم الحقيقه، بطولات كثيره جدا ومهام الحقيقه تقيله جدا على الجهاز الفني. لان زي ما بقول لحضراتكم جماهير النادي الاهلي ما بتشبعش، يعني من دلوقتي خلاص الجماهير مبسوطه وفرحانه ولسه يعني في نشوه الفرحه، لكن على طول بتتكلم طب ايه اللي جاي. احنا السوبر الافريقي اللي المباراه المرتقبه ما بين النادي الاهلي بطل افريقيا على مستوى الشامبيونز ليج الافريقي ونادي الزمالك صاحب المركز الاول وكاس الكونفدراليه. بنفكر في كمان البطوله الجديده الكونتيننت الانتر كونتيننتال العالميه اللي بينظمها الفيفا. بنفكر كمان في كاس العالم للانديه 25. كمان جماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي اكيد كمان بتبص لقدام وبتفكر في اللي جاي. كل اللي بقول لحضراتكم بنفكر كمان في الدوري، لان الدوري خلي بالكم الدوري مشواره صعب جدا. زي ما بقول لحضراتكم بيراميدز ماشي بخطوات جيدة جدا، عنده عدد من المباريات آخر 9 مباريات فاز فيها في الدوري، فعندنا ضغوطات كمان في الدوري. النادي الأهلي كمان ما بيفرطش في أي بطولة، يعني مش عشان خدنا بطولة أفريقيا النادي الأهلي يقول لك خلاص الدوري مش مشكلة، لا الدوري كمان بطولة مهمة جدا. كل اللي بتكلم عليه دوت الحقيقة بحط حضراتكم قدام الصورة، الصورة في صورة حلوة وجميلة وأفراح وسعادة، لكن كمان في مسؤوليات كبيرة جدا على لاعيبة النادي الأهلي سواء على مستوى الإدارة الفنية أو على مستوى اللاعبين. والحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بدأ أوريدي خلاص بينظم المرحلة اللي جاية. أعتقد كان في كلام مع الفيفا عايزين نعرف المواعيد، بطولة الإنتر كونتيننتال بالظبط هي عبارة عن ايه، هتبدا امتى، شروطها ايه، ترتيباتها ايه، جوائزها ايه. كذلك بنتكلم على كاس العالم للانديه، يمكن الفتره اللي فاتت اقاويل كثيره جدا على المقابل المادي ومقابل الاشتراك الموجود في كاس العالم الانديه، عايزين نعرف برضو تفاصيل اكتر. والنادي الاهلي الحقيقه ان شاء الله باذن الله عنده تحديات كثيره جدا جدا الفتره اللي جايه. هنتكلم مع ضيوفنا على ده الحقيقة. هنتكلم على عندنا ملفين النهاردة، عندنا ملف النادي الأهلي البطولة الأفريقية وسعادتها والإنجاز اللي حصله والأرقام القياسية اللي النادي الأهلي بيوصل لها، كمان مشوار النادي الأهلي اللي جاي بالظبط إيه المطلوب من الجهاز الفني واللاعبين. وهنتكلم على أكيد منتخبنا القومي، المنتخب المصري القومي الحقيقة اللي هيخوض ماتشين مهمين جدا جدا مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهايات كأس العالم 2026 اللي هتقام طبعا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. الحقيقة ملف مهم كمان هنتكلم على ده، لأن أقاويل كثيرة جدا على مستوى القائمة، على مستوى اللعيبة المختارة من قبل الكابتن حسام حسن في القائمة اللي هتشارك في الماتشين دول إن شاء الله. النهارده معانا 2 ضيوف كبار الحقيقه على مستوى النادي الاهلي، على مستوى النجوميه، الكابتن الكبير شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش. هنتكلم معاهم في الجزئيات دي في ملف النادي الاهلي، الفرحه وازاي الانجازات ديت. هنتكلم على المشوار اللي جاي للنادي الاهلي، وهنتكلم كمان
على منتخب مصر. منتخب مصر حقيقة يوم الثلاث كان خلاص الاجتماع او الانضمام اللعيبة، وكان في حالة كبيرة جدا شفناها على السوشيال ميديا الحقيقة، تفاؤل شديد جدا وروح جميلة بدأت معسكر المنتخب الحقيقة بقيادة الكابتن حسام حسن، اللي الحقيقة بنتمنى له كل التوفيق. يعني حضراتكم عارفين الاستعداد لمباراة بوركينا فاسو، وإن شاء الله المباراة هتكون يوم 10 و10 يونيو إن شاء الله بإذن الله على الترتيب. الأولى أمام بوركينا فاسو، ثم مباراة خارجية أمام غينيا بيساو، دي التصفيات إن شاء الله بإذن الله المؤهلة لكأس العالم 2026. الفترات اللي فاتت زي ما حضراتكم عارفين خلاص بدا اللعيبه بتتجمع، لعيبه كانت موجوده يوم الثلاث 24 لعيب، وكان هينضم ان شاء الله كمان ليهم محمد شريف مهاجم الفريق او مهاجم فريق الخليج السعودي، وان شاء الله المفروض محمد صلاح نجم منتخبنا هينضم يوم السبت، يعني ان شاء الله بكره هينضم لمعسكر منتخبنا ان شاء الله عشان تكتمل القائمه. وكان امبارح الحقيقه منتخبنا خاض بعض التدريبات زي ما اقول لحضراتكم 24 لاعب في المنتخب دلوقتي. احمد فتوح يمكن زي ما حضراتكم تابعته في السوشيال ميديا كان عنده شد شويه في العضله الضامه في اخر مباراه نادي الزمالك، يمكن كان عنده برنامج تاهيلي من خلال الجهاز الفني والطبي لمنتخبنا. والمنتخب الحقيقه كمان في المران حضر مران المنتخب الدكتور اشرف صبحي طبعا وزير الشباب والرياضه، والسيد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكورة، وعامر حسين واللواء حلمي مشهور، والدكتور إيهاب الكومي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحقيقة، ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة. وكان الحقيقة اهتمام كبير جدا، وزي ما بقول لحضراتكم كان في روح جميلة وروح تفاؤل حلو قوي. وبيعجبني كمان صور اللعيبه اللي بتقابل مع بعض وصورهم مع الكابتن حسام في اول مقابله اثناء انضمامهم، وطبعا الصوره اللي قدام حضراتكم الاشراف العام على اتحاد الكوره المتواجد في تدريبات المنتخب. لكن الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم السؤال دلوقتي منتخبنا محتاج ايه؟ يعني خلاص هو على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري الناس شغاله، لكن على المستوى الجماهيري ماذا يحتاج منتخب مصر؟ مش ماذا يحتاجه حسام حسن مع يعني حفظ الألقاب الكابتن حسام حسن، هو الحقيقة السؤال الأهم ما يحتاجه منتخب مصر، لأن هذا منتخب بلد، منتخب بلدنا الحبيبة مصر، ما يحتاجه منتخب مصر الفترة الجاية بدون أي شك محتاج مساندة جماهيرية كبيرة جدا. طيب المساندة الجماهيرية الكبيرة جدا ديت ليه؟ علشان اللغط اللي حصل من خلال القايمة اللي يمكن قايمة الاختيارات والجدل اللي رايح، لعيب يجي لعيب يخش لعيب يخرج، وده كابتن حسام ظلم دوت وكابتن حسام جميل دوت. الحقيقة احنا مش محتاجين، او منتخب مصر مش محتاج هذا الجدل، منتخب مصر محتاج سبورت كويس قوي، يعني مساندة قوية جدا جدا من السوشيال ميديا، محتاج ان انت كمان تدعم لعيبتك الموجودة في المنتخب ايا كان اسماء اللعيبة ايا كان اسماء اللعيبه. ما بقولش دلوقتي ده لعيب الاهلي والزمالك او ده لعيب بيراميدز او ده لعيب المصري، لا خلاص هو لعيب منتخب مصر. اي لاعب موجود في منتخب مصر في القائمه هو لاعب منتخب مصر وينتمي الى مصر ولا ينتمي الى انديه. لما يجي بعد الاجنده الدوليه ويقلع التيشيرت المنتخب يا خلاص بينتمي الى النادي بتاعه، لكن طالما دلوقتي موجود تحت رايه المنتخب فهو لعيب مصري. فاي لعيب مصري محتاج مسانده، وحتى على جميع الانتماءات، انا ما بتكلمش خلاص الانتماء الاول دلوقتي هو لمنتخب مصر، وتاني مش هقول لكابتن حسام حسن، كابتن حسام حسن قامه كبيره جدا كلنا سبورت ليه كمدرب مصري موجود على راس الاداره الفنيه، وكم من انجازات تمت لمنتخب مصر عن طريق مدرب وطني. متفائلين متفائلين، عندنا بعض الانتقادات في اللاعبين وارد جدا ومطلوب جدا، ولكن الأكثر طلبا والأهم في هذه المرحلة هي عملية الدعم. الدعم بتيجي ازاي؟ الدعم بتيجي من خلال نشر الأخبار الإيجابية، ان احنا ان شاء الله منتخب مصر منتخب كبير عندنا ثقة في لاعبتنا، ده مهم جدا جدا انك تبعت رسالة ثقة للاعبين، عندنا ثقة كبيرة جدا في لاعبتنا، عندنا ثقة كبيرة جدا جدا في الإدارة الفنية لمنتخب مصر، عندنا ثقة كبيرة جدا إن احنا هنروح كأس العالم. دي كلها إشارات إيجابية تدي اللعيبة دافع كويس قوي. بعيدا عن اللعيب ده، هو إيه اللي مودي إكس من اللعيبة ده ما لعبش ولا ماتش دولي، هو اللي إيه اللي موديه؟ ده مش هيفيد دلوقتي.
ده مش هيفيد دلوقتي. اللي هيفيد دلوقتي ان اي لاعب موجود ان احنا سبورت ليه ان شاء الله كل التوفيق. بتكلم حتى على اللعيبه اللي تم اختيارها، الشامي مثلا، الناس بتهاجم الشامي، هتستفيد بايه؟ ممكن جدا وارد جدا ان الشامي يكون عنده جزء من المباراه ينزل فيها، لو هو عنده هذا الدعم والسبورت من جماهيرنا هينزل عنده ثقه في نفسه. لكن تخيل انت الناس بتتكلم اه الشامي، طب ما هو ما عملش حاجه، او ايه خبراته الدوليه، او 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 الرسائل دي ممكن توصل للعيب، وبالتالي حتى لو في احتياج ليه في وقت من الاوقات هيلاقي هيهتز نفسيا، وده مش مطلوب الحقيقه. خلي دوت لبعدين، خلي دايما الحساب للاخر، احنا بلاش عمليه الحساب الفوري دوت، او تطلع كده روشته وتوصف لا ده الكلام ده مش هينفع، لازم كان خد اللعيب ده على حساب اللعيب دوت. الكلام ده الحقيقه مش مطلوب، واحنا كلنا في ظهر منتخبنا، كلنا في ظهر منتخب مصر، كلنا سند ومسانده كبيره جدا للكابتن حسام حسن وادارته الفنيه والجهاز المعاون ليه، لان دوت منتخب مصر، ده منتخب مصر، فده واجبنا، ده دورنا ان احنا نعمل سبورت كبير قوي. وخلي ان شاء الله كل توفيق لكابتن حسام، ان شاء الله باذن الله نوصل كاس العالم باذن الله، ويكون ان شاء الله باذن الله خطوه جيده جدا جدا في تثبيت الثقه في ادارتنا الفنيه. لا قدر الله ما حصلش نصيب، ممكن بقى نقعد بعد كده لا ده كابتن حسام غلط في كذا، كان اختياراته افضل في كذا و لكن دلوقتي الحقيقه، وده اللي بتبعته شاشه قناه النادي الاهلي من خلال برنامج المحترف، كل الدعم لمنتخبنا، وكل ان شاء الله السبورت، وكل ان شاء الله التوفيق في ماتشين مهمين جدا، ماتشين باذن الله كسبت الماتشين دول هيبقى عندك نسبه كبيره ان شاء الله في الوصول لكاس العالم. مباراه بوركينا فاسو هنتكلم عليها مع ضيوفنا الكبار، كمان غينيا بيساو، خلي بالك غينيا بيساو من الفرق الغلسه، بتلعب بره ارضك، اجواء مختلفه شويه، ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لمنتخبنا. زي ما بقول لحضراتكم هنتكلم على ده مع اتنين نجوم كبار بقيمه الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش، لكن كمان عندنا قيمه تحليليه كبيره جدا، الدكتور احمد بيومي حضر لنا الحقيقه وجبه دسمه من الارقام والمعلومات عن النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، ماذا الارقام الكبيره اللي حققها النادي الاهلي على مستوى البطوله الافريقيه، هنشوفها مع حضراتكم، وازاي النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله كمان الفتره اللي جايه مزيد من البطولات والنجاحات. الفقره الحواريه ان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم مع اتنين نجوم كبار، هنتكلم في كل ملفاتنا النهارده، هنتكلم معاهم وخاصه كمان في ملف اتحاد الكره وما يجرى اخيرا كمان في بعض الساحه على مستوى العالم، عندنا الشامبيونز ليج نهائي الدوري بطوله الشامبيونز ليج بكره كمان ما بين ريال مدريد وفريق دورتموند كمان على المستوى الدولي، رؤيتهم كمان للمباراه دي ازاي، لان كثير من الناس دلوقتي خلاص يعني حتى من مشجعي ريال مدريد يقول لك لا خلاص مش عايزينه ياخد الشامبيونز ليج، خلاص احنا النادي الاهلي بيقرب من الارقام القياسيه وبيقرب من الالقاب القاريه على مستوى العالم، اعتقد ريال مدريد 29 اعتقد 29 بطوله قاريه، النادي الاهلي 26 بطوله قاريه، لكن كمان يعني يزيدنا فخر ان احنا كمان بقى في مقارنات على مستوى الانديه العالميه ما بينها وما بين النادي الاهلي. زي ما بقول لحضراتكم مهم جدا ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه عن طريق منتخبنا هنتكلم على ما هو ان شاء الله، عندنا مباراه يوم 6 من هنا لغايه يوم 6 ان شاء الله كل الدعم لمنتخبنا، هنتكلم شويه تكتيكيا وفنيا ازاي كابتن حسام ممكن يبدا المباراه، ازاي بوركينا فاسو بتلعب، ايه عدد المحترفين اللي عندهم، هل فعلا بوركينا فاسو فريق مرعب بالنسبه لمنتخب مصر ولا لا، كل ده يمكن هنناقشه مع حضراتكم من خلال ضيوفنا النهارده. لكن خلينا في الدوري المصري، نرجع للدوري المصري، الدوري زي ما حضراتكم توقف الدوري الاسبوع اللي عدى وكان بسبب منتخب مصر، لكن في بعض المباريات يمكن دلوقتي في بعض مباريات الكاس، كاس مصر لدور ال 32 بعض النتائج الموجوده، لكن خلينا لو فريق الاعداد جاهز عايزين نتكلم كمان عن الدوري، لان الدوري كمان زي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي بينتظروا مباريات كثيره جدا جدا. ده ترتيب الدوري المصري قدام حضراتكم هو لغايه اللحظه اللي بتكلم حضراتكم فيها، مش هقدر اقول يعني انا مش قادر اقول الاسبوع الكام انا عن نفسي ما اعرفش الاسبوع الكام من الدوري، لكن على مستوى الترتيب الجدول بيراميدز في الصداره ب 53 نقطه بعد 22 مباراه، المصري البورسعيدي 24 مباراه ب 39 نقطه، زد
في المركز الثالث ب 37 نقطة بعد 23 مباراة، انبي 24 مباراة ب 36 نقطة، الاتحاد السكندري بعد 25 مباراة 36 نقطة، سموحة بعد 23 مباراة ب 35 نقطة، سيراميكا كليوباترا بعد 23 مباراة 34 نقطة، النادي الأهلي بعد 15 مباراة عنده 33 نقطة، طلائع الجيش بعد 23 مباراة 33 نقطة، مودرن فيوتشر بعد 22 مباراة 32 نقطة، الجونة بعد 24 مباراة 30 نقطة، الزمالك بعد 17 مباراة ب 28 نقطة، الإسماعيلي بعد 25 مباراة ب 27 نقطة، البنك الأهلي 25 مباراة ب 23 نقطة، بلدية المحلة 24 مباراة 22 نقطة، فاركو 23 مباراة 21 نقطة، المقاولون العرب 23 مباراة 16 نقطة، وأخيرا الداخلية 24 مباراة ب 15 نقطة. نشوف هدافي أو قائمة هدافي الدوري لغاية دلوقتي الموجودين، أعتقد حسام أشرف مازال طبعا هو هداف الدوري، لكن هنشوف طبعا حسام أشرف لاعب بلدية المحلة مازال هداف الدوري ب 12 هدف، مبلولو 10 اهداف، ياو انور 9، فيستون ميالي طبعا لاعب بيراميدز 8 اهداف، مصطفى زيكو لاعب زد ب 7 اهداف، احمد بالحاج لاعب كليوباترا ب 7 اهداف. الحقيقه يعني العدد، عدد الاهداف وهداف الدوري يعني الحقيقه عدد قليل، يعني بتكلم الهداف الدوري المصري اعتقد في جولات وصلت ل 22 و25 مباراه ب 12 هدف ثم 7 ثم 8. ما زالت عمليه التهديف في الدوري المصري محتاجه شويه، او هداف الدوري المصري خلينا نتكلم على مستوى الهدافين، محتاجين الارقام الكبيره. حضراتكم بتتفرجوا على البريمير ليج، مع طبعا احترامي الفارق الكبير ما بين الليفل، لكن هتلاقي هداف الدوري بيتكلم ومستويات عاليه جدا، بتتكلم في 27 و30 و35 في بعض الاحيان هدف في بطوله قويه جدا، لكن يعني هو ده الدور المصري. ما زال هناك الكثير والكثير ان احنا يجب علينا ان احنا على حتى المستوى الفني لازم يتدرج ويكون الافضل. ودي نقطة كمان حاسرها مع حضراتكم مع ضيوفنا، لان كمان عدد المحترفين الموجودين الافارقة الموجودين في الدور المصري اعتقد وصل 111 افريقي، تأثيرهم ايه على الاندية؟ ما اعتقدش تأثير كبير جدا. هنتكلم على الملف ده بالذات، ازاي كمان نطور الدوري المصري من خلال الاجانب ومن خلال اللاعبين يعني المحترفين اللي بيجوا من بره مصر، علشان يطوروا شويه الدوري المصري ويكون في رتم اسرع ويكون في اثاره اكتر ويكون في تهديف اكتر ويكون في يعني شغل فني اكتر على المستوى البدني وعلى المستوى الفني. كمان هنخش في عمليه لسه كمان زميل منصف بيكلمني على عمليه الانفستمنت، عمليه الاستثمار، واحنا بنشوف هنا ويمكن في البرنامج المحترف بنقول لحضراتكم قد ايه القيم الماليه اللي بتستفيد منها الانديه والدوريات من انتقال اللعيبه على مستوى المال، على مستوى الفلوس، ازاي تكسب فلوس من هؤلاء النجوم اللي بيجوا لك على مستوى الاحتراف. نقط كثيره جدا جدا الحقيقه نتكلم فيها مع حضراتكم النهارده، ملفات كثيره، النادي الاهلي، منتخب مصر، لكن اعتقد عندنا فاصل دلوقتي، هنروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا ضيوفنا الكبار الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش في ضيافة المحترف. أهلا بحضراتكم مرة تانية، خلينا نرحب بضيوفنا النهاردة، الحقيقة ضيوف كبار جدا جدا، وأكون دايما سعيد بوجودهم معانا هنا في المحترف، الكابتن الكبير الكابتن شريف عبد المنعم. كابتن مساء الفل على حضرتك، منورنا ومشرفنا. انت منور الدنيا يا كابتن هاني. يا كابتن ربنا يخليك، مبروك مبروك علينا كلنا. مبروك علينا كلنا كابتن الكبير الكابتن محمد حشيش. كابتني ابو كباتن ازاي؟ مبروك مبروك علينا كلنا، منورنا ومشرفنا، منورنا ومشرفنا كابتن. والحقيقه فرحانين لسه طبعًا. يعني طبعًا. البسمه موجوده على الوجوه وكلنا الحقيقه سعداء بانجاز كبير او بطوله، خلينا نتكلم بكل صراحه، بطوله جديده وبطوله يعني غاليه جدا جدا كابتن شريف، نجمة ال 12 على تيشيرت النادي الاهلي، انجاز وارقام قياسيه كبيره بحياه النادي الاهلي من خلال بطوله غاليه علينا. طبعا كانت اجواء جميله جدا انك انت بتوصل للمره الخامسه على التوالي للفاينل وبتحقق اربعه منهم، خاصه الاخيره ديت
وتاني على التوالي. كان ليها كان ليها شغف وكان ليها حضور جماهيري غير عادي. تحس كده ان الامان موجود في ان البطوله ان شاء الله هتكون عندك موجوده هنا للنادي الاهلي ال 12. النادي الاهلي النسخه دي كان ليه شكل تاني خالص في التعامل مع البطوله. خد دروس، كان عنده دروس سابقه ان هو دايما بيطلع في سنتين ورا بعض التاني وبعد كده يتعامل مع الفرق الكبيره ويخرج الفرق الكبيره ويوصل للفاينل ويكون ليه توفيق ويكسب. ولكن المره دي تحس كده ان الدنيا كلها يعني كانت عايزه ان النادي الاهلي ما يبقاش في البومينج بتاعه ده، كله عايز ينافس كله. فاتضح لنا ان النادي الاهلي الحقيقه الحمد لله على كل شيء، طبعا هو اللي بينافس نفسه وهو اللي بيحضر لنفسه. اداره كبيره جدا ومؤسسه كبيره جدا بتحضر لليوم ده، بتحضر للشكل اللي انا شفته في الانديه حشيش، صح، وفي الاستاد وفي الشوارع، صح، وفي كل الدنيا. سبقنا نادي الزمالك الحقيقه طبعاً بفوز كبير طبعا بالكونفدراليه، فكانت اجواء جميله جدا. وسيطرت الكره المصريه على الاجواء الافريقيه كلها. فبنبارك لنفسنا وبنبارك لجماهير نادي الزمالك وبنبارك لجماهيرنا الحبيبه اللي ده اقل شيء الحقيقه اللي هو يتقدم للحب الجارف اللي الناس دي بتبقى في المدرجات وبتعمله لينا. يعني صحيح، هاخد من كلامك كابتن، وكابتن محمد كابتن شريف اتكلم على الجماهير وقد ايه كانت الجماهير ليها دور الحقيقه دور كبير، وحضرتك اكيد حسيت الدور دوت خاصة حالة يمكن التخبط شوية أو الخوف شوية على لاعيب الترجي من عظمة وجمال جماهير النادي الأهلي في الاستاد. شفت الجزئية دي ازاي؟ وشفت هذه البطولة، البطولة رقم 12 للنادي الأهلي وفوزه بالنجمة ال 12 ازاي؟ هي حلاوة البطولة دي كمان إن النهائي على أرضك. فترة كبيرة النهائيات ما كانتش على أرضنا، كنا بناخد البطولة من بره مصر. فانت المره دي، وطبعا الجمهور كان بيروح لك هناك بس طبعا مش بالكامل اللي موجود هنا في مصر يعني. البطوله دي في وسط استاد القاهره، في وسط جمهور النادي الاهلي كله. الاستاد انا ما كنتش فاكر لونه ايه الاساسي. أحمر. الاساسي كان لونه الورده الحمراء من كتر الاحمر اللي مغطي على الاستاد. الاستاد كله احمر. بطوله كبيره، انت كل ما بتحقق ارقام قياسيه بتبقى عايز تحقق. يعني احنا دلوقتي بنقول ايه ال 12 دي غاليه علينا جدا جدا. هتيجي يا شريف قبل 13 هتقول ايه؟ دوري. 13 بقى لو جت لا 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 يعني هتبقى قيمه وهتبقى جت. هيقول لك السوق وبعدين الدوري السوق. وبعدين لما نروح نصفي هناك وتصفيات خلاص احنا حطينا نفسنا في الموقف ده مع الجمهور، ان الجمهور دلوقتي لا يتنازل عن اي مسابقه انت بتخش فيها، عايز المركز الاول وعايز البطوله. طبيعه جماهير النادي الاهلي كده الحقيقه يعني. بطوله افريقيا كمان، بطولة الأبطال اللي هي أكبر بطولة في القارة يعني، لها طعم خاص لأن هي المؤهلة لكأس عالم الأندية. دي بتضيف لها قوة وقدر وفلوس وحاجات كتيرة جدا جدا يعني. فكانت بطولة غالية. البطولة دي زي ما الشريف قال، احنا البطولات اللي قبل كده في تعثرات شوية في دوري المجموعات، وبعد كده ربنا بيسهل المستوى بيزيد شوية بشوية. البطولة دي انت لعبت البطولة كلها بدون هزيمة، وكنت في دوري المجموعات ماشي كويس قوي في الادوار اللي بعدها، وقابلت كمان فرق على مستوى عالي مستوى كبير. ودايما النهائي ما بيبقى نهائي مع طرف من شمال افريقيا بيبقى له طعم خاص. ده حقيقي. الديربي الكلاسيكي بتاع زمان، من زمان قبل ما سان داونز يطلع وقبل ما مازيمبي يطلع، كان اساسا منحصر ما بين الانديه المصريه والانديه التونسيه او الجزائريه او المغربيه. فمن هنا كان للبطولة روح كبيرة. زمالك قبلها بكام يوم واخد كونفدرالية في وسط جمهوره طبعا الكبير. النادي الأهلي في وسط جماهيره العظيمة والكبيرة بيحقق كمان يعني نصر كبير وبيحقق بطولة غالية. ده الحاجة دي بتبقى حاجة كويسة طبعا للكرة المصرية، واجهة الكرة المصرية، وبتضمن ان السوبر مصري. طيب تعالوا مع حضراتكم كلكم، يعني انتوا الاثنين ما شاء الله ما شاء الله يعني نجوم كبار، وكان عندكم خبرات كثيرة جدا جدا في الملاعب، ومريتوا بإدارات فنية كبيرة على مستوى اذا كان مدربين اجانب او مصريين. كابتن شريف حضرتك بتتكلم على النسخة ديت من دوري ابطال افريقيا، كانت نسخة مميزة لكن كان فيها مشاكل فنية كثيرة جدا على مستوى
الإصابات، يعني إصابات كثيرة جدا مرت بالنادي الأهلي، وحنقول آخرها كان موقف صعب جدا معلول. إصابة علي معلول، كان في بعض الأحيان إصابة ياسر إبراهيم، الشناوي، تتكلم على أعمدة، رامي ربيعة كان عنده إصابة، عندك مروان عطية كان مصاب، إمام عاشور كان ديانج. مصاب، ديانج كان مصاب، الشحات كان مصاب، بيرسي كلها قلنا سلاية وعمر سلاية طبعا يعني. فأنت بتتكلم على كيان كبير جدا من اللاعبين الأساسيين، يعني أعمدة الفرقة الحقيقة، وكان ليها غيابات متفرقة، ولكن نتكلم على الإدارة الفنية لكولر في بطولة أفريقيا، أنت شفتها إزاي يا كابتن؟ هو بالنسبة لي أنا المتاح كان بالنسبة للإدارة الفنية هو اللي كان بيتعامل بيه. مظبوط. حتى حاول بالغيابات اللي هي مثلا خلينا الأقرب حاجة علي معلول مثلا، عمل لنا مشكلة كبيرة جدا في المكان طبعا. اللي إحنا ما عندناش بديل فيه، أو مش مؤهلين ليه بديل، أو البديل ما بيشتركش بصفة دايمة، فكان عليه إن هو يطور لاعب معين ويلعبه في اللاعب ده لعب قبل كده في المكان ده وكل، بس مش على طول يعني. احنا اخر مره كنا بنشوفه بيلعب ناحيه اليمين عندنا لاعب كان جواكر كتيره، ولكن ليس لهم الحظ ان هم مقيدين في افريقيا زي عمر كمال عبد الواحد مثلا، كان ممكن لعب قبل كده في هذا المركز وكده. هي الحكايه، احنا بقالنا سنين في مستشفى النادي الاهلي. انت بتلعب من ايام فاكر بطوله العالم للانديه اللي احنا رحنا ب 12 لاعب، اللي جاب فيها محمد هاني الجون في المكسيك دي وخدنا برونزيه وجالنا 2 3 4 5 6 من المنتخب بعد كده لحقونا وهم منهكين. مزبوط. جايين من سنغال على ما اعتقد في الفاينل مع كيروش على ما اعتقد. مظبوط. فانت في المعترك ده من زمان، انت بالشكل ده، عشان كده مليك كلمني على الشكل الفني لاي حاجه. انا عندي ايمان بسياسه اداريه علمتنا من واحنا صغيرين ما عندناش ظروف، يعني كان كلنا وحشيش عارف يبقى اعتى اللعيبه اللي بيلعبوا مكان حشيش مش موجودين، ينزل حشيش ويلعب جنبه محمود صالح. مزبوط. يشيلوا الفرقه كلها ونبقى مغمضين عينينا، الخطيب يبقى مش موجود والكلام من ده، فيجي يلعب محمد عباس شويه فتره ومن هنا جت مقوله الاهلي بمن حضر. الاهلي مش بمن حضر بس، الاهلي سياسته ادارته علمونا ان احنا ما نعرفش حاجه غير الفوز. لعبنا بقى ناقصين، لعبنا متعورين واحنا بنلعب، احنا عمرنا ما لعبنا واحنا سلام، وانت عمرك ما لعبت وانت سليم، لازم يكون عندك حاجه صغيره في رجلك، ضافر مش عارف عامل ازاي، انكر رجلك ومعالجه ومكمل بيه وتقدر تكمل اذا كان بره مصر او جوه مصر. وانت فيش لعيب كوره بيلعب يعني سليم 100% يعني. كيليان امبابي ده خلال المباراه الضرب اللي بتاخده في نسب معينه ممكن طبعا. تقدر تشارك بيها او يعني لا. الضرب اللي بتاخده في كل 3 ايام ماتش ده على الجزئيه، يمكن كان بعض الانتقادات في وقت معين على كولر وعمليه الروتيشن ولازم يثبت الفرقه، ده في الاول خالص. خليني اقفل لك انا يعني من اول الناس اللي بتبقى معترضه ولكن في الاخر الراجل معذور يعني. هنعمل تعالى انت حط فرقه. مظبوط. هقول له انا هلعب بقى بثلاثة، لا يا عملية انا بقى هقول له هلعب بثلاثة ثلاثة فلات واربعة في النص. ده انت عايز عم شريف، انت عايز وقت كبير قوي طبعا. عشان تعمل حساب اليوم ده طبعا. ولكن اهي دروس مستفادة فيها ايجابيات وفيها سلبيات للقادم، اللي انت عندك 5 بطولات كبيرة هتخشها وعندك بطولة دوري محلي للقادم، لازم انت تبقى عندك من احتياطات ومن التفكير في حلول لهذه المشاكل كلها. كابتن محمد، الجزئيه دي كمان عايز اقول ان كولر خلال الفتره اللي فاتت كان في بعض المشاكل على مستوى الغيابات، لكن الحقيقه كان بيعوضها ببدائل، والبدائل دي الحقيقه بتثبت وجودها. كان مثلا على سبيل المثال كان اكرم بيلعب باك يمين، دخله في وسط الملعب عمل اداء ولا اروع. بتتكلم كمان على كريم فؤاد ووجوده في المباراه النهائيه كباك شمال ادى بشكل جيد لا باس به. عندك كمان في وسط الملعب كان ساعات غياب مروان كان موجود مثلا كوكا وبيأدي بشكل كويس. هي عملية تهيئة السكواد كله، انك انت خلاص موضوع ان انت ال 11 اللي بيلعبوا واربعة الاحتياطي دول مش معروفين، خلاص انت لعيب جاهز، في وقت معين هحطك في وقت مش هتبقى موجود. فده بقى ادى سياسة عامة للسكواد او للعيبة ان احنا كفريق واحد، اي واحد موجود بيأدي اللي عليه. وده كان في اعتقادي الشخصي كان دور مهم جدا جدا انك تاخد بطولة كبيرة زي بطولة افريقيا. هو سر نجاح كولر هي النقطة اللي انت قلتها دي هاني،
يمكن هو جه كمان بعد مدرب اللي هو موسيماني كان عكسه خالص، كان معتمد على 13 14 لعيب مثبتهم، فلما ابتدى فيه تقارب مباريات وتلاحق مباريات وماتشات كتيره ابتدت الاصابات تظهر وابتدى الاجهاد يبقى موجود، ووصلت لمرحله من المراحل لو تفتكر النهائي اللي هو اللي لعبه الاخير انت ما كنتش عندك راس حربه، ما كانش عندك راس حربه يبقى موجود وما عندكش اي حد كمان قريب من الملعب عشان تقدر تنزله تستفيد بيه، عشان كده احنا يعني خسرنا بعض البطولات. انما كولر الحقيقه مع الانتقادات الكتيره، وانت عارف لا يمكن مدير فني هيرضي الجميع، لان احنا الثلاثه لو قعدنا نختار فريق اكيد هيفلت مننا واحد او اثنين هنختلف فيه. انما هو جهز الناس كلها، ما سمعش الانتقادات والضغط عليه، لا فلان طب ليه انت بتلعب فلان، طب ليه الراجل ده لعب ملعبه بكليفت وهو اساسا مش بكليفت، لا الباك رايت ليه، طب ما كان هاني ماشي ليه لعبت اكرم، لا هو باصص عنده رؤيه مستقبليه وعارف تلاحق المباريات واستفاد من الدروس، لانه اكيد اول ما جه ذاكر اللي حصل قبل كده، خد من اللي فات وابتدى يبني عليه ان لازم يكون عنده 30 لعيب كويسين ورجلهم في الملعب. انا هاخد من كلامك الكابتن وهرجع تاني للنقطه اللي يمكن اتكلمت عليها في الانترو والكابتن شريف اتكلم عليها، ان ايه بقى اللي قادم للنادي الاهلي، بطولات قويه جدا سياخدها النادي الاهلي خلال الفتره القليله اللي جايه، بنتكلم على السوبر الافريقي، بنتكلم على كاس العالم الانتر كونتيننتال النسخه الجديده، بتتكلم على ان شاء الله السنه اللي جايه هيكون في كاس العالم للانديه، غير كمان جدول الدوري الممتاز. خلال الفترة ديت طبعا في توقف دولي، اخر مباراة ان شاء الله منتخبنا هيلعبها امام غينيا بيساو يوم 10 يونيو، واول مباراة للنادي الاهلي عودة للدوري المحلي هتكون يوم 14/6 امام فاركو. من 14/6 اعتقد لغاية 9/7 او 12/7 الجدول قدام حضراتكم اهوت كابتن شريف كابتن محمد. عندك يوم الجمعه امام فاركو 14/6، ثم الاهلي امام الاتحاد 18/6، الاهلي امام الداخليه 21/6، الاهلي امام الزمالك 25/6، الاهلي امام فاركو يوم الجمعه 28/6، ثم الاهلي امام طلائع الجيش يوم 1/7، ثم الاهلي امام الداخليه 4/7، الاهلي طلائع الجيش 8/7، الاهلي بيراميدز 12/7. يعني تقريبا من يوم 14/6 ليوم 12/7 بتتكلم في 9 مباريات، 11 او 11 مباراه بتلعب ماتشين المنتخب كمان ماتشين منتخب طبعًا. يعني في الدوري 9 مباريات في 27 يوم، يعني تقريبا مش كل 3 ايام ماتش، انت بتلعب ماتش وتريح واحده والثانيه وتخش مباراه ثالثه، يعني ثالث يوم هيبقى مباراه في الدوري. ده لو جاي انت هاني كمان على كلامك انت، الكلام ده كمان لو انت جاي مثلا من فتره اعداد وبادئ بقى ماتشات، لا انت جاي من ده انت جاي من معمعه وجاي من بطوله افريقيا صعبه ومباريات متلاحقه يعني انت جاي بعد مرحله تعب المفروض تبتدي، هو بيعتبر لك ال 10 ايام بتوع المنتخب طبيعي لما بتتكلم، هو بيعتبرهم لك راحه مع ان هم فرقتك 9 9 من عندك موجودين في المنتخب. ايوه طبعا طبعا صعب. وبعد كده انت بتتكلم لو لوجيك احنا بتتكلم في التلت الاخير من الموسم، يعني كمان انت بتتكلم في نهايه موسم، عندك اللي هي مرحله الاجهاد الطبيعيه، تسع مباريات في 27 يوم، يعني كل يومين ماتشين، كيف تعامل كمان كولر مع الجزئيه دي؟ اكيد بيراميدز ماشي بشكل كويس، هو يعني متصدر الدوري، وعدد الماتشات اللي ناقص النادي الاهلي، لو النادي الاهلي كسب كل المباريات المؤجله هيكون فارق عن بيراميدز ببونت واحد. هو مباراتك مع الزمالك وبيراميدز هتحدد لك حاجات كتير قوي، ماشي يعني طبيعي، لكن هم دول التارجت بتاعنا بالنسبه للدوري، يعني عشان نبقى عارفين. وبعدين مفيش فرقه هتفضل لغايه الدوري مش هتفوز على طول، ايوه، الا لو الفار ليه راي تاني يعني، او او هم ليهم راي تاني، بيبص لنفسه دايما بس يعني. احنا دايما احنا اصحاب يعني انا لما بيجي حكم يظلمني في الملعب بقول انا النادي الاهلي طبعا، انا اللي لازم اخلص الماتش بدري وما اسمحش لاي حد يتلاعب بيا اثناء ال 90 دقيقه. طول عمرنا يا شريف ما بنبصش للمظلوميه، احنا بنتعرض لحاجات كتير قوي، ولكنك انت الفريق الذي ينافس نفسه، الفريق الذي يحتفظ بالبطوله، الفريق الاول والمستوى الاول في جميع المباريات اللي انت بتلعبها او في جميع البطولات اللي انت بتخشها، فهتخش وهتشوف ده انت رايح في 5 بطولات تانية، سيبك من الدوري بقى انت هتشوف حاجات
بمختلف الاجناس، بمختلف الكواليتي، بلعيبه، بسكاوتنج، حاجه تانية خالص غير اللي انت بتلعب معاهم هنا في مصر. فهي دي اللي انت بتتكلم على مانويل، على كولر والطاقم الفني واللعيبه. لا دول عايزين هو. يعني عايزين يخلصوا حشيش نخلص ونخش البخار والساونا والمغطس ونروح يخش البخار ونروح ننام ونرجع بكره نحط نفسنا في ميه ساقعه وبعدين نروح الماتش. ما عندكش تمرين، مفيش، ما عندكش كلام، ما عندكش دراسه، ما عندكش اي حاجه يعني. القصه ان النادي الاهلي قدره ان دايما في صراع، صراع مع الاجهاد، ضغط نفسي على طول موجود، واللعيبة بتلعب تحت ضغوطات كبيرة جدا جدا، نتيجة طبعا لاسم النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، فدايما تحت ضغط انك لازم اكسب. صحيح. مش حاجة اسمها احنا التعادل بالنسبة لنا خسارة في الوقت اللي اي فرقة بالنسبة لها تعادل كويس. ماتشات الدوري اللي حضرتك هتلعبها او النادي الأهلي هيلعبها مفيش تعادل، كوش تلعب كوش بس، يعني انت بالنسبه لك اي بونت بيضيع منك ممكن جدا ياثر عليك طبعا طبعا، فده ضغط، ضغط كبير جدا على الاداره الفنيه. فكمان رايح على ماتشات كوس الضغط الكبير اللي فيها، لان برضو الناس بتقول لو اصل الاهلي تاجل له مش تاجل له، لا ده التاجيل ده كمان متعب يعني، لان الناس خلاص لعبت وقاعده مستنياك، انت بقى اللي بتحارب الوقت والتوقيت والكل يومين ماتش والقصص يعني. لا صعبه اصل بعض الناس يا كابتن شريف، كابتن عايز اقول بس نقطه اخيره في الحته دي. اتفضل. انت كمان انت بتلعب الدور الثاني، بتبقى في فرق بتفرفر خلاص وبتموت عليك. غير الدور الاولاني يا شريف، انت بتقابل مثلا فاركو، بتقابل معرفش مين لسه قدامها يعني الدور، ان انت التاجيل ده بتخليك تقابل منافسين عندهم الماتش ده حياه او موت، مثلا فاركو ده في عرض نقطه، انت فاهم ازاي يعني؟ بالتالي ماتشاتك مع النادي الاهلي او ماتش مع النادي الاهلي، فدي الصعوبه اللي انا عايز اقول عليها دي. أيوة يعني مزبوط. صعبه جدا جدا مزبوط. يعني بالاضافه للصعوبات الثانيه اللي احنا اتكلمنا عليها يعني. مظبوط، ده طبعا حقيقي، لان بعض الناس للاسف كانوا بيشوفوا مؤجلات النادي الاهلي انها اوبشن للنادي الاهلي، انتوا بتاجلوا النادي الاهلي كتير. الحقيقه هو ضغط اكتر على الاداره الفنيه واللاعبين. احنا لو النادي الاهلي عنده مباريات متتاليه بشكل منتظم ضيعوا منا اتنين دوري بالشكل ده بالظبط، فانت بالشكل ده في ضغوطات. وزي ما بقول لحضراتكم من يوم 14/6 لغايه 12/7 بتلعب 9 مباريات خلال 27 يوم، ضغط كبير جدا. خلينا نرجع تاني للملف الافريقي يا كابتن شريف وكابتن محمد، ونستضيف او مشرفنا النهارده كالعاده طبعا دكتور احمد بيومي، عشان محضر لنا الحقيقه وجبه دسمه من الارقام والاحصائيات الخاصه بالنادي الاهلي والحصول على النجمه ال 12. نرحب بالدكتور احمد بيومي معانا في المحترف. دكتور احمد شرفنا ومنورنا دايما وسعداء بوجودك معانا في المحترف، واعتقد كالعاده يعني محضر لنا وجبه دسمه لجماهير النادي الاهلي. كابتن هاني ربكم بخير دايما، والف مبروك بقى طبعا. الحمد لله في زي ما قلنا قبل كده وشنا حلو على النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما هو اللي وشه حلو علينا. ففي البدايه طبعا بنبارك للنادي الاهلي طبعا وجماهيره ومجلس ادارته طبعا بطوله ال 12. الف مبروك لينا كلنا بيومي، ويمكن الكباتن كانوا بيتكلموا على بطوله، اكيد بطوله صعبه مش بطوله سهله، لكن ما يميز هذه البطولة الحقيقة الأرقام القياسية اللي حققها النادي الأهلي في هذه البطولة. بنتكلم على نجمة ال 12، عدد كبير من البطولات الأفريقية. قول لنا أنت كمان، أنت يعني خبير في الأرقام والإحصائيات، قول لنا يعني مجمل البطولة ال 12 والنجمة ال 12. يمكن البطولة ال 12 هي يمكن التكرار بقى البطولات، تكرار البطولات ده نتيجة يعني استحالة يكون فيه عشوائية في الموضوع، في نظام، في منظومة كروية كاملة مرتبطة بالتحقيق البطولات. مش بتكلم على البطولة ال 12 بس، موضوع ان انت توصل ليبقى الفرق ما بينك وبين اقرب منافس ليك اكتر من الضعف. النهارده مازيمبي من نادي الزمالك 5 بطولات، انت النهارده 12. المنظومة الكروية دي متمثلة في اركان كتيرة، يمكن اي تأثير في ركن من الاركان دي اكيد هيأثر على النتائج. وعندنا يمكن امثله واضحه للموضوع ده، يعني مثلا في انديه عندها سكواد من اللعيبه اقوياء فعلا وان هم ينافسوا على بطوله، ولكن برضه ما بيحققوش بطوله، ما عندهمش الجمهور اللي بيحرك الصخر زي جمهور النادي الاهلي. يمكن برضه حتى لو في انديه جماهيريه ولكن مثلا ما عندهاش المدرب اللي يقدر ان هو ينظم الحته دي. عندنا برضه خير مثال على دوت مثلا بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي، حقق نتائج وحقق بطولتين دوري الابطال ونتائج كبيره جدا. النهارده بيتسو موسيماني مثلا بيدرب في الدوري السعودي نادي ابها، بيهبط معاهم درجه ثانيه. فنفس الكلام بالنسبه لمجلس الاداره اللي بيوفر لك المتطلبات للفرقه عشان انت توصل لتحقيق النتائج دي. فبنقول مره تانية اللي هي منظومه، هي مش لعيبه فقط ولا جمهور فقط. مزبوط. ولا مدرب فقط او جهاز فني، هو كل واحد بيشوف شغله، عشان
علشان انت في الاخر تقدر تحقق التكرار ده من البطولات ده والحجم من البطولات ده. يعني النهارده بنتكلم مثلا على ارقام مثلا مارسيل كولر من خلال تقريبا سنه وثمان شهور بيحقق ثمان بطولات. فبرضو الارقام دي ما بنقولش ان مارسيل كولر بس، لا هي منظومه كامله كرويه هي اللي كل واحد زي ما بقول لحضرتك بيشوف شغله وجهده عشان ان هو يوصل للارقام دي. طبعا ويعني طبعا قدام الشاشه طبعا زي ما بتتكلم على سنه وثمان شهور ثمان بطولات، ده رقم كبير جدا. ويمكن كولر في بعض اللقاءات الصحفيه قال ان الموضوع فعلا مش اداره فنيه بس لكن لاعبين واداره كمان من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، انه بيهيئ كل الاجواء وبيوفر كل السبل ان السبورت للفريق وبيدعم الفريق بشكل كبير جدا. والاستقرار الفني ما فيش شك، الاستقرار الفني عامل مهم جدا في استمراريه فوز النادي الاهلي بالبطولات الحقيقه يعني. بالظبط بالظبط، بتفق مع كلام حضرتك في حته استمرار البطولات دي. وبرضه مارسيل كولر هو يعني في اختلاف زي ما كابتن حشيش قال انه في اختلاف ما بينه وما بين بيتسو موسيماني او درجه نجاحه في التدوير او الروتيشن اللي كان بيعمله عشان يقدر يجاري ضغط البطولات ده. عندك بتتكلم النهارده الاهلي برضو داخل على دوري بطوله الانتر كونتيننتال، داخل على كاس العالم انديه، داخل على كاس مصر، لسه في بطوله دوري السوبر الافريقي، في كم هائل من البطولات. فلازم يكون سياستي من البدايه، مش هقدر ان انا اعتمد على ال 11 لاعب فقط، لازم يكون عندي روتيشن، لازم يكون عندي دكه قويه جدا اقدر ان انا في اي وقت احتاج اي لعيب منهم يقدر ان هو يكون سبورت ليا، ينزل يؤدي اللي عليه. وبرده داخل الفرقه في لعيبه فعلا ادت الكلام ده، عن كريم فؤاد لما نزل، بنتكلم برده في مصطفى شوبير طبعا بيقدم طبعاً نتائج هايله جدا مع النادي الاهلي. وبرده احنا بنشكره هو ومحمد الشناوي ان احنا ما حسيناش ان في ضغط او في اختلاف داخل اوضه اللبس مين اللي يقف جون. دي كان يمكن كانت نقطه كان كله بيتكلم فيها جداً. احنا ما حسيناش باي مشكله، مش بتكلم على الناحيه الفنيه ولكن بتكلم على الاستقرار ما بينهم الدريسنج روم نفسها في الموقف طبعا اللي بار بيه، او يمكن العلاقه ما بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير الحقيقه ادوا نموذج رائع للنادي الاهلي. وده المهم زي ما بيتكلم دكتور احمد ان الدريسنج روم مهمه جدا، ولما بتلاقي كباتن الفرقه بقيمه محمد الشناوي كيف يتعامل، مش هقول مع هذه الازمه لكن مع هذه الظروف، اصابته، وجود مصطفى شوبير للحقيقه بنوجه له تحيه كبيره جدا جدا، كان بطل من ابطال هذه البطوله ويمكن ادى اداء اكثر من رائع. وهذا الدور الرائع الان بي محمد الشناوي اذا كان على مستوى المؤتمرات الصحفيه او على مستوى الدريسنج روم نفسها، اعتقد ده كمان شيء يحسب للنادي الاهلي ولمحمد الشناوي وكل لعيبه النادي الاهلي الحقيقه بشكل كبير جدا. طيب بيومي ايه اللي محضره بالنسبه مشوار النادي الاهلي في البطوله رقم 12؟ اهم النقاط اللي انت شايفها كانت مهمه جدا جدا لحصول النادي الاهلي على هذه البطوله. خلينا نستعرض الانجازات الرقميه افريقيا للنادي الاهلي، يعني مثلا النادي الاهلي طبعا الاكثر افريقيا في المشاركه في دوري الابطال حتى بمسماها القديم، 34 مشاركه، 50% من المشاركات ديت وصل للنادي الاهلي 17 مره للادوار النهائيه. بنتكلم ان هو من ال 17 دول 12 بطوله دوري الابطال محققها. بنتكلم برضو ان الفوز مرتين متتاليين، الاهلي عمل او فاز مرتين متتاليين اربع مرات. دي برضو الاكثر من خلال الفرق الافريقيه. بنتكلم طبعا بدون هزيمه برضو النادي الاهلي عملها مرتين ما بين 2005 جيل طبعا بركات ابو تريكه كابتن اسلام مع مانويل جوزيه. بالظبط بالظبط. بنتكلم برضو في جيل او موسم 24 برضو نفس الكلام بدون هزيمه، اقوى خط دفاع ودخل مرماه هدف وحيد، ويمكن اقوى خط دفاع مجرد ان انا ما ابص انه دخل مرماه هدف وحيد. هل ممكن ده فنيا بيعكس اسلوب دفاعي لمارسيل كولر؟ هنلاقي في المقابل لا، هو بنتكلم اقوى خط هجوم برصيد 20 هدف، فهو عنده توازن ما بين النواحي الدفاعيه وما بين النواحي الهجوميه. يمكن من افضل نسخ الدفاعيه اللي كنا بنشوف فيها مارسيل كولر لما كنا بنشوف دايما الاجنحه عنده، بنتكلم مثلا حسين الشحات او بيرسيتاو بيرجع يدافع كانه بيلعب بست مدافعين. صحيح بالظبط. نفس الكلام بالنسبه لمركز 8، كان برده بنشوف ازاي قفشه بينزل على حدود ال 18 بيعمل استخلاص للكوره، بيبتدي يبني هجمه مره ثانيه. طبعا بيدي ادوار دفاعيه للفرقه كلها الحقيقه، يعني كل الادوار الدفاعيه بيقوم بيها الفريق بشكل كامل سواء على مستوى راس الحربه لغايه السردباكين يعني. بالظبط، ده يمكن الارقام الخاصه بالفريق ككل. تمام. ممكن برضو نستعرض بعض ارقام اللاعبين الموجودين داخل فريق النادي الاهلي. لو استعرضنا مثلا حسين الشحات هنلاقي ان هو طبعا هداف البطوله برصيد 5 اهداف. طبعا بالنسبه للاتحاد الافريقي ما بيحسبش الاهداف اللي احرزها خلال الادوار التمهيديه، فيعتبر هو كده احرز 3 اهداف، ولكن مجمل البطوله هو احرز 5 اهداف. طبعا اجمالي البطولات مع النادي الاهلي 15 بطوله، محقق 4 بطولات دوري الابطال، عدد المشاركات في البطوله الحاليه 12 مشاركه،
الهداف طبعا 5 اهداف. طبعا بنتكلم على مراوغاته، بنتكلم على محاولاته على المرمى، طبعا هو من الاكثر اللاعبين الموجودين داخل دوري الابطال بطوله ال 12 في المحاولات على المرمى. بنتكلم النهارده على حسين الشحات، طبعا بيقدم ادوار اكثر من رائعه مع الاهلي من اول ما اشترك مع نادي الاهلي لحد اخر ماتش، فبنتكلم على ادوار مهمه جدا لحسين الشحات. برضه ممكن نشوف ارقام مصطفى شوبير، زي ما قلت لحضرتك ان هو بيقدم مستوى اكثر من رائع النهارده خلال 9 مشاركات لمصطفى شوبير مع النادي الاهلي، بيطلع طبعا ب9 كلين شيت. اجمالي البطولات لمصطفى شوبير 12 بطوله طبعا، دوري الابطال محقق برضه 4 نسخ لدوري الابطال، شباك نظيفه 9 مرات، التصدي طبعا هو الاكثر تصدي خلال حراس المرمى لدوري البطوله ال 12 29 تصدي. الاهداف المتوقعه كان متوقع من ال 29 تصدي دول 11 هدف يدخلوا مرمى، ولكن هو طلع قدر يطلع خلال 9 مشاركات بكلين ده شيت. كمان رقم مهم جدا، لان الاكس جي ده بيبقى هجمه واعده، يعني كان ممكن بنسبه كبيره جدا جدا تكون هدف، ودي الحقيقه اللي بيبرز قيمه كمان مصطفى شوبير، انه في لحظات معينة من خلال المباراة بيكون تصديات مش تصدي عادي، لا بيكون تصدي الحقيقة في أوقات صعبة جدا. في مباراة الترجي في الذهاب بالظبط، برافو عليك، كرة فيصلية شلبي دي، لكن يعني كلها أرقام الحقيقة كمان تدل إن إحنا عندنا الحمد لله، الحمد لله عندنا ذخيرة من حراس المرمى. محمد الشناوي رجع بالسلامة، عندنا مصطفى شوبير وحمزة علاء، وعندنا كمان اعتقد مخلوف، يعني عندنا الحمد لله حراسة المرمى بخير. ده يمكن طول تاريخ النادي الاهلي دايما الحمد لله بيتمتع بحراسة مرمى مميزة يعني. صحيح. ممكن برضو نشوف ارقام علي معلول، طبعا بنتمنى له كل الشفاء طبعا. علي معلول يمكن هو مصري في البداية طبعا، قبل مصري تونسي دلوقتي، مصري تونسي بالظبط. فبنتمنى له طبعا كل الشفاء. نشوف طبعا ارقام هائله جدا، 20 بطوله مع النادي الاهلي، 4 دوري ابطال، عدد المشاركات في البطوله الحاليه 11 مشاركه، صنع 3 اهداف، طبعا من اكثر اللعيب اللي عمل عرضيات 32 عرضيه. بنتكلم على مستوى برضه هائل لعلي معلول، دايما بيبقى موجود، دايما بيساهم ده في النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه مع النادي الاهلي. بنتمنى له كل الشفاء طبعا. ده بالنسبه لعلي معلول. ممكن برضه نشوف في النهايه برضو يعني 2 لعيبه كان دايما خلال الفتره الماضيه، مش بنقول بقى ان كان في هجوم، كان في شويه ضغط عليهم، بنتكلم على رامي ربيعه، بنتكلم على محمد هاني، برضو مجرد ما الاهلي احتاجهم نزلوا قدروا يادوا، وكان لرامي ربيعه طبعا كلمه ان هو النفوز بالبطوله ال 12 هو وزمايله طبعا. انا برضو عايز اقف عند رامي شويه، لان رامي كمان الحقيقه الفتره اللي فاتت رغم زي ما بتتكلم الضغوط الكثيره جدا، وان رامي خلاص هيجدد مع النادي الاهلي، لا قاعد لا ماشي، الحقيقه هو كان، وده مهم جدا في الراجل بروفيشنال، يعني هو الراجل ما بيطلعش على السوشيال ميديا كتير ومركز كويس قوي مع النادي الاهلي، عارف قيمه النادي الاهلي. رامي جت فتره من الفترات عنده اصابات متكرره كتير، يعني حرمته فعلا من بطولات كثيره ومن المشاركه بشكل كبير، لكن تاتش وود يعني الفتره اللي فاتت كان مستوى اكتر من رائع، من خلاله راح منتخب مصر مع الكابتن حسام حسن في يمكن المعسكر اللي فات، اللي هو كان ليه مشاركات على المستوى الودي امام كرواتيا، وكمان كابتن النادي الاهلي، وربنا الحقيقه وفقه وبقى يعني رقم كبير جدا، 6 بطولات افريقيه لرامي ربيعه، كل التوفيق ليه. انت كمان اتكلمت على محمد هاني، ناس بتنتقد محمد هاني كثيرا، لكن انت كمان يمكن قبل الهوا قلت لي لا يمكن هاني بعض المباريات بيكون فيه الاخطاء وارد جدا، لكن على المستوى التقييم الفني اعتقد مقدم بشكل جيد يعني. هاني كابتن محمد هاني طبعا احنا بنتكلم كان خطوره الترجي كانت موجوده في يانساس، بنتكلم ان هو قدر ان هو خلال المباراتين ان هو يقدر ان هو يوقف خطورته، على اعتبار طبعا هو كان متحرك ما بين الجبهه اليمنى ما بين الجبهه اليسرى ما بين قلب الملعب. محمد هاني لو جينا استعرضنا طبعا على ارقام محمد هاني في البدايه نلاقي ان هو 21 بطوله برضه نفس الكلام، 4 دوري الابطال، بنتكلم على عدد المشاركات 13 مشاركه خلال دوري الابطال السنه دي، طبعا هو اكثر لعيب خلال السكواد بتاع النادي الاهلي مشاركه في دوري الابطال، صنع هدف، بنتكلم برضه من اكثر اللعيبه اللي عملوا التحامات 170 التحام منهم 86 صحيحه، فبنتكلم على نواحي دفاعيه واضحه جدا عند محمد هاني، دايما لما بتحتاجه برضه بنلاقيه. لو بصينا على كام صوره الفنيه اللي احنا محضرينها هنلاقي زي ما بنقول كانت مصدر خطوره الترجي موجوده في يانساس، هنشوف ازاي هاني مجرد ما يانساس بيستلم في الجبهه ناحيته ان هو بيقدر يستخلص منه الكوره، هنا يانساس بيستلم طبعا بنقول ان هو كان بيلعب اصلا رايت وينجر،
بيبتدي ان هو بيدخل قلب الملعب زي قبل كده شرحنا قبل المباراه. مظبوط. بيدخل الناحيه الشمال، محمد هاني بيضغط عليه وبيبتدي ان هو يقدر يستخلص، لو شفنا الصوره اللي بعديها بيستخلص الكوره منه ويبني هجمه مره ثانيه. فاللي عايز اقوله ان هو محمد هاني كان الادوار المزدوجه، الادوار المركبه دي بتبقى ساعات الناس ما بتبقاش شايفاها قوي، يعني هو بيخش جوه فرامي بيقرب منه وبالتالي هو بيعمل ضغط ثنائي. الضغط الثنائي ده ممكن يعني مش اي لعيب برضو الناس عشان تكتيكيا تتفرج صح كان بيقوم هاني بيقوم بيها بشكل كويس يعني. جدا جدا برضو نفس الكلام، الكره بتتكرر مره تانية مع يانساس، نفس الكلام هاني بيكون موجود بيقدر ان هو يستخلص الكره. فبنتكلم على ادوار هايله لمحمد هاني، بنقول انه دايما لما بتحتاجه سواء كاس عالم الانديه بتحتاجه في الماتشات اللي هي بتكون نهائيات بيكون دايما موجود وحاضر. فانا اعتقد ان جميع اللعيبه طبعا مش عايز اغفل حد كلهم ادوا ادوار عشان النادي الاهلي يوصل للبطوله ال 12 عشان يخرج بنتيجه هدف وحيد بس وبلا هزيمه. نتكلم على ادوار لجميع اللعيبه مش عايزين نغفل اي حد، كلهم ادوا وكانوا فعلا على قدر المسؤوليه. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد بيومي، بنشكرك وكالعاده بتمتعنا. حضر نفسك بقى الاسبوع الجاي عشان نتكلم على منتخب مصر ان شاء الله، ومبارك طبعا ان شاء الله مره ثانيه برضه. شكرا جزيلا ليك يا احمد، ويعني كل التوفيق لمنتخبنا. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع تاني مع نجومنا الكبار الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش في ضيافه المحترف. اهلا بحضراتكم مره تانية كابتن شريف، كابتن محمد. شفنا الارقام والاحصائيات والارقام واتكلمنا على بعض اللعيبه، يمكن الدكتور بيومي يتكلم على حسين الشحات. دور حسين الشحات الحقيقه كان دور مهم جدا في البطوله دي، مش عايز يعني اقول هو او لاعب بعينه كان هو نجم هذه البطوله، لكن الحقيقه كل الفرقه كان نجوم هذه البطوله على راسهم طبعا كولر. لكن في لعيبه خلينا نتكلم عليهم كمان، يعني انا عايز اتكلم على حسين الشحات، عايز اتكلم على قفشه الادوار اللي كان بيقوم بيها قفشه، عايز اتكلم على بعض الناس كانت بتتكلم على محمد هاني في بعض الانتقادات في بعض المباريات. لكن خلينا نتكلم كمان على الاول كابتن شريف، كلمني على حسين دوره ايه في النادي الاهلي الحقيقه الفتره اللي فاتت وتاثيره كمان الايجابي على الفريق يعني. هو في الحقيقه حسين من اللعيبه من الصفقات ومن اللعيبه اللي هي من اول ما جت كانت بتصاحب اداء متميز جدا، لاعب بينتج في كل مباراه بيلعبها. دايما وابدا انت لما بتصاب في اي وقت او اي حاجه عشان ترجع تاني بي بي بيحصل لك ظروف تدرجيه انك انت لازم ترجع لمستواك تاني، فدي مع كل اللعيبه تاني. وزي ما انت قلت حسين قفشه بالنسبه لي انا امام عاشور دلوقتي حاليا كمان طبعا. الارقام احصائيات كبيرة جدا في جميع اللعيبة، هتلاقي لعيبة كانت بعيدة خالص ورجعت جنب حسين الشحات عملوا هارموني غير عادي زي رامي ربيعة مثلا. انت عندك ثوابت في محمد عبد المنعم، تخش وانت بتتكلم كده تلاقي رامي ربيعة ده شال ليلة كبيرة جدا هو وحسين الشحات، اذا كان على المستوى المحلي او المستوى الدولي، يعني الاثنين تلاقيهم ليهم حضور ليهم حضور هنا وهنا. ودايما وابدا الاهلي لما بيبقى متميز وواقف على رجليه وكمان بيبقى له حضور هنا وهنا وبيتيح الفرصه للمنتخبات ان هي تبقى من احد العناصر المهمه والايجابيه في الاداء في كل حته. اصابات بقى ودخول اللعيبه وخروج اللعيبه بالنسبه لنا هو بيبقى انت نفسك تتفرج على لعيبه كتير قوي بتحبها ولعيبه منتجه زي عبد القادر مثلا، دخوله وخروجه ونسيانه ورجوعه تاني واصابته وعودته بس البيزك ايه؟ الاساس ايه؟ عنده كوره يعني لازم يبقى في بؤره الضوء احيانا، فده لعيب لو الحكايه وبقى بينمي المهارات اللي عنده بالبدني اللي عنده كان هتعرف المعدن الاصلي للعيب زي ده وهتلاقيه كل الناس بتطلبه او صحيح. كل الناس شايفين لسه صحيح. عبد القادر عنده مساحه للتطور اكتر من اللي هو موجود فيها مساحه، يعني عنده لسه كمان افضل انه يقدمه. لا مساحه لو باللي انا بقوله مساحه بان انا اعيش تركيز اكتر اعيش لها انا املها ابقى اركز انا
خلينا نعدي سنتين ثلاثه حلوين، ده انا عندي كوره وعندي كل حاجه، والناس كمان بتساعدني، والناس مؤمنه بيا، والناس رجعت طبعا. تاني تحبك اللي يجيب جون في الزمالك ده يعني خلاص بتبقى عند الناس انت فرخه بكشك. صحيح. كلنا اللي بيحط جول في الزمالك ده عند الناس ملوش ما في حته تانية. فكل اللعيبه زي محمد هاني طبعا، محمد هاني من هو اصغر من كده ومن هو من كام سنه ومن كل حاجه كان مرشح انه يروح يلعب في المانيا وفي الحتت دي، وكان وصل ل 2 مليون يورو ستارتنج عشان تتكلم معاه في الحاجات دي. ولكن طبعا في الوقت اللي انت بتبقى البومينج بتاعك والنادي بتاعك اولى بيك، او النادي بتاعك بيبقى لك انا عايز واحد زي ده. لعيبه كتير قوي على في النادي الاهلي. هنرجع تاني لحسين الشحات. الشحات يملك من الهدوء ومن الفنيات داخل منطقه الجزاء او خارج منطقه الجزاء، بيعمل حاجات انت مش متوقعها، اللي هي انا بسميها بيبقى بلي ميكر احيانا. تبص يروح عامل واحده من الشمال لليمين لحد قاطع الباك رايت، قاطع ياخدها ويحطها ويروح جايبها جول. فهو عنده رؤيه وعنده شخصيه، التوغل وال جريء، لا عنده جريء وعنده ثقه في نفسه، عنده كل حاجه والتنفيذ، وبعدين بيثمر بعد ده كله، واحده تروح والثانيه تخش واسيست حلو. ولما بتكتمل القصه كانت معلول وامام عاشور وحسين الشحات، فدي جابها مقفوله يعني. صحيح صحيح. على الجانب الاخر كمان وكان ليه اعتقد دور شويه تكتيكي في الماتشين بتوع الترجي سواء في تونس او في القاهره، محمد مجدي قفشه طبعا، يعني برضو من اللعيبه اللي تحس انها، وكان في بعض الجدل يمكن قبل في الاستوديوهات التحليليه هل يبدا المباراه، كان في ناس تقول لا قفشه لازم يبدا المباراه، في جزء تاني قال لك لا ممكن يكون ورقه للنادي الاهلي، وده صحيح. يمكن السيناريو اللي نفذه كولر في المباراه الثانيه هنا. وقفشه الحقيقه حتى لما نزل كان في الدقيقه تقريبا حاجه و70 حسيت بفارق كمان في اداء النادي الاهلي. هي دي النقطه بقى، يعني عظمه النادي الاهلي، يعني لعيب بيبقى بعيد عن المباريات، لعيب بيبقى راجع من اصابه، لو اللعيب ده في نادي غير النادي الاهلي بيلعب ماتش 2-3 على بال ما يرجع لمستواه ويخش، ومحدش بيحس بالقصه دي. انما جوه النادي الاهلي انت مطالب، حتى لو الناس كلها عارفه ان انت راجع من اصابه ولا بعيد عن الملعب، لا مطالب ان انت تبقى كويس على طول من اول دقيقه في الملعب بعد ما نزلت. وشفناها في اكتر من لعيب، ما تحسش هاني انه راجع، ما تقولش ايه اصل راجع من اصابه معلش، لا هو بيأدي وبتحسش ان هو شاذ يعني في الملعب. اتخضينا لما شفنا اليو ديانج بيسخن ونازل. انا اتخضيت يعني، أنا قلت يعني خلي بالك ده يعني معقول بعد 4 شهور يعني، حتى تنزله. اعتقد اللي كان بيعلق عصام الشوالي قال لك موديست بيسخن وبتاع، وبعدين قال لك معقوله ده اليو ديانج يعني راجل تخيل غايب 4 شهور. بس دي عايزه بلغه الكوره كده قلب ميت طبعًا. بالنسبه للمدير الفني طبعًا. وكان على فكره ليه تاثير ايجابي في الملعب وثقه في اللعيب اللي نازل. مظبوط ان هو راجع من اصابه مزبوط. عارف ان ده امكانياته، لا هيعمل كذا. انت بتتكلم على موضوع خطير جدا، انك 4 شهور وانزل نهائي افريقيا عندي بظروف النتيجه اللي حصلت بالزبط. في المباراه الاولانيه لا. يعني اي غلطه مشكله، اي حد هيشيل طبعا يعني طبعًا. اي حد هيشيل الماتش، انما ما تحسش، بل بالعكس فرق. مجدي قفشه انا كنت من الناس اللي بقول يا ريت يبتدي بعاشور وقفشه ومعاهم الدفاع. مظبوط مظبوط. كان نفسي، لان انا عارف ان مجدي قفشه، انا بميل للاعيبه الكوره العاليه اللي بتمسك الكوره وبتحكم. لسه كنت بتكلم مع شريف، قصه حشيش يقول لك ايه قفشه وامام عاشور الاثنين بلاي ميكر ما يلعبوش مع بعض. ليه؟ يعني ليه ما يلعبوش مع بعض؟ يعني ما يبتدوش 8 يعني ما يبتدوش مع بعض. طب ما انت بتلعب على ارضك هنا، عندك توازن دفاعي هجومي بره. وعايز اقول لك، وعايز اقول لك هنا في مصر اطمع يعني، عايز اقول لك بالفوتبولر اللي عندك يعني. هاني في اوقات كثيره المباراه بتبقى عامل عايز تعمل استحواذ. الاستحواذ ده اللي ما بيجيش الا من لعيبه الكوره. مظبوط. لان الديفندرات هو قصته انه يقطع الكوره او يلعب كوره طويله او كده. واحنا بيني وبينك واحنا قاعدين بنفرق، يمكن انا اتفرجت على الماتش في البيت يعني في الاستاد، ده بيبقى اعصابي تعبانه شويه. لا كنا اخر 10 دقائق كان في استحواذ من الترجي وبدانا نقلق الحقيقه طبعًا. لان النتيجه طبعًا. ما مش الوقت مش هيستحمل لا قدر الله لو جه فيه جون. فوجود قفشه نزل مع اليو ديانج شويه الدنيا ظبطت، عارف ظبطت عارف كنا هنجيب الثاني والثالث في توقيت ايه بقى هاني؟ الكره الثانيه، لما بتاخد الكره الثانيه محتاج تاخد الكره الثانيه مش تلعب تستنى بقى، تقف عليها بقى تلعب بقى وتهمد الفرقه اللي قدامك انك تستحوذ. الاستحواذ ده تخيل انت لو الاثنين دول في الملعب امام وقفشه
انت هتخلي الناس الثانيه تجري ورا بعضها او تلف حوالين نفسها من كتر الاستحواذ. والاثنين بيلعبوا الاسيستات كويس، صناع لعب، فانت من خلال الاثنين دول مع بعض ممكن تعمل حاجه. انما هو برضو كان له فكر معين. انا كمان كنت من الناس اللي كنت اتمنى، بقول ايه يا رب يروح شادد الطرفين بتوعنا ومنزل مثلا رضا سليم و... صحيح. ليه؟ لان انت مش شرط تنزل مدافعين عشان تدافع، لأن انت ممكن تنزل اثنين طرفين في الفتره دي بالتحديد هيوقف الناس، هتخاف لان انت برضه هم خايفين من الجون الثاني هيقتل الماتش. صحيح. فانت ممكن عن طريق الناس دي واحد على واحد رضا سليم بيروح، وانا بحيي رضا سليم برضه من اللعيبه الكويسه قوي اللي عجباني انا شخصيا. انا في اعتقادي لو هياخد ماتشات كمان اكتر مع حسين ويبقى متواجد لسه هيأدي عنده اكتر كمان. بيفكرني مع الفارق بواحد قاعد جنبي دلوقتي، ان هو عنده الجرأه والترقيص ويروح ويخش بس ويعمل. بس كابتن شريف كورته ما انا بقول مع الفارق يعني، مع الفارق ولا مش مع الفارق ولا ايه؟ ما حدش زيه يعني. لا هو احسن مني هو. لا ما حد يعني الكابتن شريف في حته ثانيه. طبعا يعني طبعا يعني الحاجات الصغيره والوقف على الكوره وبعدين امتى يزق وامتى يلعب، يعني محتاج بيها هاني ممتاز في المسافات الطويله. كان جنبي الناحيه الثانيه اسرع حاجه في الحياه مصطفى عبده، وجنبي الكوبرا وانت بعد كده كابتن، وجنبي جنب الاسطوره اللي بيعملها كده بياخدها كده وتك جون، اي باص بيترجمها لك لجون. فانت كان غصب عنك الشويه اللي عندك أيوة. لازم تحافظ عليهم وتعملهم صح. صحيح. عشان كده انت كنت بتتكلم على حسين شحات. حسين في الحته دي يعني فرود، بس بيعرف يقف على الكوره، يتقل على الكوره، ياخد فاول 18 رؤيه يستكشف. ممكن تلاقيه في بعض الاحيان الكوره بدل ما بسيها بروح شايط، عنده حته تصويب من الخارج دي. فبرضه حسين له ثقله في الملعب وبيظهر دايما، يعني احسن مباريات والمباريات المهمه اهلا وزمالك، نهائي افريقيا، الحاجات دي بيظهر معدن اللعيب الكويس. صح. ومش يعني مع النادي الاهلي خاصه بطولات كتيره كمان حسين اثبت وجوده على المستويات العالميه، حتى مع العين الاماراتي. صحيح. صحيح. كاس العالم، وكان بيلعب فريق كبير اعتقد كان بيلعب ريال مدريد، وكان عامل شكل كويس. صحيح. في دايما بقول يا كابتن يعني حضراتكم طبعا من اساطير النادي الاهلي، ان النادي الاهلي هو اللي بيكتب تاريخ كل واحد فينا. النادي الاهلي بيكتب تاريخ كل مدير فني بيكون متواجد في النادي الاهلي على مر العصور الحقيقه. يعني اللعيب قد يضيف بعض الاضافات، لكن الاضافه الكبيره دايما النادي الاهلي هو ليه البصمه على اللاعبين والبصمه على المدربين. تقريبا كل المدربين اللي حضروا النادي الاهلي حققوا نجاحات كبيره جدا، وكان السي في كمان بتاعهم بيعلى. يعني موسيماني على سبيل المثال وجوده النادي الاهلي والبطولات اللي خدها اسهمه عاليه جدا، والسي في بتاعه بقى سي في محترم، وبالتالي كان ليه فرص للانتقال للدوري السعودي. كمان عندنا صوره جميله قوي الحقيقه، كمان كولر بيحتفل بعدد الفولورز اللي عنده على انستجرام اعتقد وصل لمليون، والراجل بيرجع دوت الحقيقه لشعبيه النادي الاهلي وجماهيريه النادي الاهلي، كلهم جمهور النادي الاهلي. يعني الـ وصل لمليون ده، بيحتفل بيقول ثانك يو، يعني بيشكر مليون فولورز عنده على اعتقد الانستجرام. وده كمان الحاجات خد بالك من الصوره الثانيه هاني اللي هو مصور ثلاث مرات او ثلاث لقطات، لقطه منهم بيعمل كده للجمهور النادي الاهلي. لا طبعا بيحييهم الفولورز دولت جمهور النادي الاهلي الكبير يعني. ولسه يعني ولسه وبعدين عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، يعني هو قال كده على فكره، يعني رساله الفيديو قال كده، قال بيشكر جماهير النادي الاهلي وصولي للمليون ده. يعني التاريخ يا هاني ما بيقولش ايه ده، كان في مدرب كويس كذا كذا كذا، انما دايما للانجازات الراجل صاحب الانجازات لعيب او مدرب هو اللي بيبصم في صفحه التاريخ. صحيح. يعني هو اللي الناس بتفتكر بيقول لك ده كان في مدرب كذا جاب بص كام بطوله في كذا، ده حقق انجاز كذا، اللعيب الفلاني ده حاصل. يعني احنا دلوقتي بنقول رامي ربيعه شوف ست بطولات افريقيه هتتحسب له، فهو مميز في الحته دي نتيجه الانجازات. يعني انا عايز تقول حاجه يا كابتن، انا عايز اشوفك مدرب النادي الاهلي. في السياسه المتبعه الاداريه اللي احنا تربينا عليها والكلام من ده، اي حد بيجي وبيتوفر له ما يتوفر من سياسه النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي او السكاوتنج، صح سكاوتنج بتاع النادي الاهلي او سمعه النادي الاهلي او ما يحدث في العالم دلوقتي من تنافس من النادي الاهلي، في اي حد لينا في اي مجال في اي موقع بيبقى له شرف ان هو موجود، السياسه المتبعه هي اللي بتخلي لك انك انت بتعمل على حاجه واحده. حتى واحنا بنقدم برنامج النجاح طبعا احترام صح. تطوير صح. المبادئ، كل ده مش كلام، يعني كل ده
الناس كلها بتعمل عليه. انا هكلمك على حاجه بدون يعني التنظيم اللي حصل بدون المقارنه يعني. انما التنظيم في حد ذاته بالنسبه لاي شيء بيحصل من نهائيات لمؤتمرات لاي حاجه تحب تتفرج طبعا. تحب تشوف ليه؟ لان الناس بتهتم باسم النادي الاهلي، بتتعب، بتخاف، بتدي كل خبراتها، بتدي ثقافتها للمكان الذي يستحق. هذا المكان يستحق الحقيقه ان اي حد يجي فيه يتفانى في عمله ويخاف جدا. انت بتجيب ناس سوري يعني ما عندهاش اي سي في غير كاس، خد كاس او طلع لعب فاينل كاس او عمل ما اعرفش ايه، انما السي في بتاعه الباقي يمشي مع صح. السياسه المتبعه عندك، مش انت جاي بتقول ايه والله ده هو بيمرن كويس هو مش عارف، ولكن ممكن يكون الشخصيه برافو عليك، يعني الشخصيه دي هي اللي تقدر تبقى متواجده في المكان ده. فالمتواجده في المكان ده مع توافر كل حاجه، مع احترام وحمد لله للناس كلها، وطبعا للدنيا كلها بتؤمن ان العمل عباده فعلا، لازم يكون في نجاح. فكل التحيه وكل التقدير لينا كلنا، ولكن مع سياسه النادي الاهلي المتبعه. انا باكد على كلامك. في نقطه برضه زياده كابتن هاني في الحته دي، اتفضل. بعض الناس بتيجي تقول اشمعنى النادي الاهلي يعني اللي بياخد حق رعايه ما اعرفش ايه وايه وايه. لان النادي الاهلي بيرفع الرعاه اللي معاه لفوق نتيجه للبطولات اللي بيجيبها، نتيجه لحاجات بسيطه جدا جدا ممكن الناس ما تاخدش بالها منها، مثلا زي التنظيم زي ما الشيف قال مثلا بتاع المباراه الاخيره، بغض النظر بقى عن المقارنات، انا بتكلم عن النادي بتاعي. قاعد انت فرحان لان التنظيم ده بينقل صوره للعالم كله مش بس داخل مصر على كيفيه تنظيم مثل هذه الاحداث الكبيره اللي ممكن بعد كده تخلي مثلا مصر تساعد مصر مثلا في تنظيم طبعًا. كاس عالم اكيد، في ايفنتات تيجي من بره مثلا فرقتين عايزين يلعبوا زي ما احنا بنروح بنلعب في السعوديه، لا في ناس تانية من السعوديه او من اي حته يجي يعمل عنده عندك في مصر هنا حدث كبير، بتعمل مثلا ملعب الدوله عملت ملعب كبير زي استاد العاصمه ده. احنا شفناه مثلا في مباراه كرواتيا، قلنا لا ده عندنا حاجه ولازم نستغلها ولازم يعني لازم نسوق لهذا المنتج، قادر انه يستقبل مثلا بعد كده ان شاء الله يعني نهائي كاس عالم. طبعا حاجه كبيره وحاجه عظيمه يعني، ما هو الحاجات دي لازم المفروض الدوله بتعملها استثمار، هتجيب مداخيل بعد كده، مداخيل من خلال بص الصوره يعني الصوره يعني الصور الحقيقه يعني. بتتكلم عن نفسها الحقيقه، ما تقلش عن اي احتفال في اي بطوله عالميه. بالظبط اتكلم يعني سواء على مستوى اوروبا على مستوى امريكا اللاتينيه، الصور الحقيقه اللي طلعت كمان بتدل على هذا التنظيم صحيح. يمكن كانت الصوره في الملعب صوره رائعه صحيح، واللي موجود في الاستاد كانت بالنسبه له حاجه يعني فرحه كبيره جدا جدا. فانت بتتكلم على بيزك اساسي، بتتكلم على عمليه زي ما بتتكلم يا كابتن، هو ليه النادي الاهلي عنده رعاه كثيره؟ بالظبط لان النادي الاهلي بيشتغل على بطولات طبعا. عنده بطولات كثيره جدا، بيرفع القيمه التسويقيه للشعار صحيح. النادي الاهلي صحيح. وبالتالي ما فيش افضل من ان اي حد عنده منتج يجري على النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي يسوقه بشكل كويس صحيح. جماهيريه صحيح. كبيره جدا طبعا. وكمان احترافيه في التعامل داخليا وخارجيا صحيح، مهمه جدا برضو. انت مش محصور في نادي ما يعرفوش الا المصريين، لا انت دلوقتي بتبقى العالم كله بيتكلم عن النادي الاهلي، لان النادي الاهلي حط نفسه صحيح. في حته بينه وبين الانديه الكبيره زي ريال مدريد والناس دي صحيح يعني. انا بتفق معاك، لسه الحديث مستمر مع حضراتكم، لكن نطلع لفاصل، بعد الفاصل نكمل حوارنا الرائع مع الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش. اهلا بحضراتكم مره تانية، كابتن شريف، كابتن محمد، اتكلمنا على النادي الاهلي وان شاء الله مشواره اللي جاي في بطولات كثيره جدا جدا منتظراه، خاصه على مستوى الدوري المحلي. خلينا نقف شويه بس عن الدوري المحلي، ويمكن كلنا بنقول او كلنا بنتكلم او الكابتن حتى حسام حسن، لان انا جاي لملف المنتخب كان بيتكلم ان الدوري في بعض اللقاءات الصحفيه قال يمكن الدوري المصري برضه ما بيفرسش لعيبه دوليه بشكل كويس، ولازم يبقى فيه تطوير في الدوري المصري بشكل كبير. بنشوف دلوقتي كمان جدول الدوري ما تعرفش الاسابيع احنا موجودين فين، ما زال في تخبط شويه في عمليه الدوري المصري.
ما زالت كمان عملية تغيير المدربين في الدوري المصري مستمرة. يمكن ما اعرفش اذا كان اتحاد الكورة كمان عنده لسه عملية تغيير المدربين، بس ما النادي ما يغيرش غير اتنين بس في السيزون دي موجودة لغاية دلوقتي ولا لا، لكن في كمان عملية تغيير مدربين كثيرة جدا في الدوري المصري. وجهة نظر حضراتكم ازاي نرتقي شوية بالدوري المصري السنة اللي جاية؟ بيقولوا في دوري استثنائي نعمله تقريبا من دور واحد، والعشرة الاوائل يلعبوا على الدوري واللي تحت يلعبوا على الهبوط. فشايفين ازاي تتحل المعضلة ديت اللي بقالنا سنين فيها يا كابتن شريف؟ بص هقول لك على حاجة، هو مما لا شك فيه انت لما بتبقى متوج وبتاخد بطولات وبتضطر انك تروح في بطولات افريقية وبطولات دولية زي النادي الاهلي مثلا وهيلعب في كذا بطولة، فدي ظروف انت بتعدي بيها. مفيش حد صاحب الرأي في الكلام ده، اللي موجود نادي ما عايش الظروف. فانت حضرتك قلت لي ان اسوت بالدوري البلجيكي ممكن يبقى، بيقولوا بعض النماذج منها الدوري البلجيكي او الدوري السويسري. انت هنا هتخلص حوالي 15 اغسطس حاجه زي كده يعني، ده لو دلوقتي بيقولوا يعني ما حدش عارف. لو احنا الهدف عندنا واحد دلوقتي من الحكايه كلها، الوصول كاس العالم، فهيتخللك ايقافات. والنهارده هو طلب 10 ايام اعداد للماتش مع بوركينا فاسو، ان شاء الله يتوج بالفوز ويبقى كويس. هيضطر في كل ماتش هيطمع في نفس الشكل على الاقل اسبوع او على الاقل 5 ايام، مش اقل من كده. فهيبقى في مؤجلات كتير جدا للفتره اللي جايه بعدها. ما بقاش النادي الاهلي بس، بقت الاجنده الدوليه دلوقتي طبعا بالنسبه للمنتخب الاساسيه عندك اللي هي اهم من اي حاجه تانية، اللي هي الوصول لكاس العالم، هي اللي بتتحكم دلوقتي في مصير الدوري بتاعك او في شكل الدوري العام، وازاي هنكمل وازاي المؤجلات وازاي الحاجات دي. فلازم الدنيا كلها تقف مع بعض تفكر مصلحه الدوري، لان في رعاه وفي يعني ما بقاش يعني خلينا نتكلم، ما بقاش زي يعني زمان مثلا الكابتن جوار الله يرحمه قال لك انا هلعب، يلا نوقف، يلا ناخد الناس ده مستحيل. انت عندك رعاه هلعب من غير الدوليين، لا الدوري معين الدوليين، لكن انك لعب مره الكابتن جوهري خلي بالك الدوري دلوقتي بقى فيه رعاه وفي ناس بتدفع فلوس وفي مشاهدات وفي تلفزيون وفي 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 يعني ده في 300 حد مفتوح الحكايه. صحيح هنقفل بقى ومفيش مش هينفع يعني. ف لازم السنه دي زي ادام تطرقوا ان هم السنه الجايه عندهم حلول، فلازم تعدي الفتره دي. حشيش وهاني صحيح. لازم نعدي الفتره دي ببقى 3 ماتشات يا ماتشين 2، الدوري بتاعنا بيفرز ولا ما بيفرزش لعيبه، الدوري ده هيعدي ازاي، كل 9 ماتشات لازم خدت بالك هنعمل ايه. هو ده اللي عندنا، هو ده اللي هنمر بيه، ولكن لابد ان يكون في حلول للموسم القادم. صحيح ده لابد. صحيح ده غير كده يبقى احنا ناس بنشتغل طول عمرنا هنشتغل هوائيين ومفيش تخطيط مفيش اي حاجه، واللي بيقعد على كرسي حشيش بيقول لك انا بكره مش هقعد، اللي يجي بعديا يبقى هو اللي يخطط وهو اللي بيعمل. انا همشي بقى بالفتره دي بنفس الشكل ده بنفس البتاع. حتى الكلام اللي انتوا اتكلمتوا عليه في حكايه المدربين، معرفش انت تغيير المدربين، تغيير المدربين ما زال طبعا لسه دي قصه كمان اليمه. ما فرقه زي المقاولين العرب بتغير 3 مدربين في شهرين ولا في حاجه. صحيح زي كده. صحيح ما ينفعش يعني. صحيح لازم برضو يكون ليها وقفه الحاجات دي. انا شايف ان هو الموضوع اصله مرتبط بعناصر كتيره جدا يعني. اولا لازم قبل ما احط اي جدول لموسم قادم لازم يبقى فيه تنسيق مع الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي انت مواعيدك ايه وبطولاتك اللي انت، لان ممكن الاتحاد الافريقي ساعات بيفاجئك ببطوله هتعملها كذا. مليون في الميه صح. هتعمل امم افريقيا، لا اصلها بدل ما هتبقى في يناير هتبقى في معرفش في ايه شهر 6 وبعدين في يناير. لازم يبقى في تنسيق وتاخد منه جدول المباريات او الحاجات الافريقيه، ارتباطات الافريقيه، ارتباطات الافريقيه على مستوى المنتخب وعلى مستوى الانديه. على مستوى الانديه مظبوط. ده في المقام الاول، لان هي اللي بتحدد لك جدول مبارياتك في الدوري. اذا كانت هتتاجل بقى في الوقت ده، اذا كان كذا، اذا كان كذا، ممكن اجي في بدايه مثلا يعني، اجي في بدايه على حسب الارتباطات دي، بدل ما اروح جاي مره واحده ارتباط النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي مش عارف مين او مين، اروح ضاغط المباراه. طب ما انا من البدايه بقى عارف، بدل ما اخلي المباراه دي في
في حته واحده، لا من بدايه توزع شويه من بدايه الدوري والناس لسه فريش مثلا ممكن اروح زائح حاجه يعني. لازم هنبقى في تنسيق في الحته دي، مهم جدا جدا مع الـ 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 يعني الاتحاد الافريقي هو موضوع التنسيق. كذلك برضو زي ما انت بتنسق مع الاتحاد الافريقي لازم تبقى في تنسيق مع الانديه، وبالتحديد الانديه اللي هي اللي لها اشتراكات افريقيه او اشتراكات دوليه او او او. ما هو خلي بالك كابتن، انت طالما عندك يعني عندك خريطه دوليه للسنه اللي جايه، الخريطه ديت محطوط فيها الفرق اللي هتلعب او هتشارك في البطولات الافريقيه سواء كونفدراليه او دوري الابطال، وعندك خريطه للمنتخبات ان المنتخبات عندها مواعيد محدده للتصفيات سواء بطوله افريقيا او المؤهله لكاس العالم، واجنده كمان الانديه اللي بتلعب بطولات زي النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده السوبر الافريقي، عنده كاس العالم للانديه، عنده الانتر كونتيننتال. فالخريطه ديت الحقيقه بطوله جديده كمان، هي الانتر كونتيننتال طبعا. عندك عندك هتتحط فين؟ هتتحط في يونيو يعني، عندك الزمالك، عندك الزمالك يوم 5 في الدوري الافريقي كمان، الدوري الافريقي كمان الاتحاد الافريقي قال لك نعمل الدوري الافريقي. عندك الزمالك يوم 25، لو جالك الاتحاد الافريقي قال لك السوبر يوم 30، وعندك مشكله كمان هتعمل ايه؟ عندك مشكله كبيره كمان امم افريقيا، وعندك امم افريقيا، لان امم افريقيا دي ده ممتده يعني، لو واحد كمل للنهائي بتاخد لها حوالي شهر. طب ده الشهر ده انت هتعمل ايه؟ الاولمبياد في شهر 6 مثلا، الاولمبياد يعني الاولمبياد عشان خارج الاجنده الدوليه، ولكن فيها لعيبه ممكن جدا تشارك. طبعا لعيبه دوليه بالظبط، انت بتاخد ثلاثه من الكبار بتلعبهم مع الفريق او بعض اللعيبه في المنتخب الاولمبي بيلعبوا مع بعض الانديه يعني. فانت كل ده محتاج تنسيق وناس تكون فاهمه وقاعده مظبطه الدنيا دي كلها، عشان ما تتفاجئش ان الموسم اللي جاي انت بتقول الموسم ده صعب وكذا، لا ممكن اللي بعده يبقى اصعب. فانت لازم تعمل وقفه. ممكن يعني انا برضو من ضمن الاقتراحات، ما انت لازم حاجه تيجي على حساب حاجه. ممكن تيجي تلغي مثلا يعني بطوله كاس مصر. انت هتقول لي رعاه وكده، يبقى الرعاه عارفين من البدايه برضو بتتكلم مع الرعاه. أيوة إن بس ما تبداش في حاجه وبعدين تلغيها، زي مثلا ما تلعب السنه دي كاس السنه اللي فاتت، ما هي دي برضو ما ينفعش الكلام ده. مزبوط. يعني انت فانت لازم برضو يبقى في تنسيق في الحته دي مع الرعاه اللي هو اكتر واحد هيتضرر مثلا من الموضوع ده. انما الانديه مثلا لو السنه دي مثلا كاس مصر ما تلعبش مش هتفرق قوي مع الانديه، زي النادي الاهلي بيلعب دوري وبيلعب افريقيا وبيلعب كاس عالم انديه وبيلعب كونتيننت يعني. ما هو لازم يبقى في وقفه. أنا كمان بس لازم تشك معاك، وخلي بالك برضو علشان الناس ما تفهمش ان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي بس، احنا بنتكلم على تنظيم عام لكل الانديه الحقيقه. لان كان في حتى لغايه دلوقتي بنلعب الدور ال 32 في كاس مصر، ولسه ادوار كثيره جدا، وكان في بعض المؤجلات بسبب ان بعض اللعيبه راحوا المنتخب، فالمباريات اتاجلت لبعض الفرق. في فرق كانت هتلاعب يعني فرق من الدوري الممتاز كانت هتلاعب فرق من الدوري المحترفين. دوري المحترفين تقريبا بقاله اكتر من 3 اسابيع منتهي، فالناس دي بتتمرن والناس دي لسه ما تعرفش امتى هتلعب المباراه بتاعت الكاس. الحقيقه حاجه صعبه جدا الحقيقه، الله يكون في عون طبعا اللي بيحط الجدول، لكن التنظيم مهم جدا. عايز اقول لحضراتكم ان يوم 15/6 الدوري الانجليزي او رابطه الانديه في الدوري المحترفين في انجلترا هتنزل الجدول الكامل للبريمير ليج للسنه اللي جايه. خلاص عرفوا هيبداوا امتى، اعتقد يوم 14 او 15 اغسطس. لكن الدوري الجدول الكامل هينزل، هيبقى فيه زي افتتاح او في يعني اجتماع موسع لرابطه الانديه الانجليزيه، هيعرضوا جدول الدوري في اوروبا، في بطوله اوروبا طبعا، في بطولة أوروبا، لكن أنا بتكلم على الدوري الإنجليزي كله هينزل يوم 15/6 الدوري بتاع الموسم اللي جاي. في حتة كمان يا هاني معلش اللي هي برضو سيبناها، موضوع تغيير المدربين. ما هي دي حاجة برضو بتهز مستوى الدوري في مصر. مفيش شك. يعني بتهز برضو فرقة يبقى 4 أو 5 ومن الفرق الكبيرة زي المقاولين العرب. القصة كلها في إيد مجالس الإدارات، لازم مجالس الإدارات يا شريف تبقى عارفة كويس قوي إن أنت لما مدرب أنت اخترته من البداية واخترته عشان حاجة معينة، فشل في ماتش أو حصل عدم توفيق في ماتش أو اتنين تشيله وتجيب التاني، ما هو اللي جاي ده مش هيعمل معهوش عصا سحرية إن هو كابتن حشيش يكسر لك الدنيا. حضرتك هو موسم 19/20 16 نادي والتغيير 38 مدرب، موسم 20/21 26 مدرب اتغيروا في 12 نادي، موسم 21/22 34 مدرب على مستوى 17 نادي، 22 ده كارثه بقى 40 22 23 40
مدرب اتغيره في 16 نادي الموسم الحالي، 21 مدرب تم تغييره في 8 أندية. يعني انا عايز بس اثبت من الحته دي. اتفضل يا كابتن اتفضل. يعني انت نادي المقاولين العرب، لان نادي المقاولين العرب طبعا انا من الانديه اللي طبعا بحبها ولعبت فيها وكده. يعني انت غيرت 4-5 مدربين، المحصله النهائيه ايه؟ انت دلوقتي بتصارع الهبوط وربنا يستر وخسرت في الكاس. فمش هي القصه دي، لا هي المشكله فيك انت في اختيارك للمدرب من البدايه، في الاختيار من البدايه انت عايز ايه للفرقه دي السنه دي. ما جيبش مدرب بقول له بقى بس انا عايز ابقى في المربع الذهبي، لا. طب انت عندك الامكانيات من اللعيبه او هتجيب لعيبه تقدر تحقق لك ده ولا لا؟ ما هو مش عشان برضه عشان ما تجيش على المدرب نفسه انت كاداره، لا انا عايز مرحله انتقاليه السنه دي ابقى مثلا في المنطقه الدافئه واكون فريق السنه اللي بعدها بقى اطلب منك ان انت في المربع الذهبي. انما عشان اجيب مدرب ويفشل واغير واغير ما دي بقى وغير. تحديد الاهداف من قبل مجلس الاداره مع مدير فني. خلي بالك ممكن جدا يعني الحاجات الاساسيه ايه اللي ممكن تتقال للمدير الفني مثلا قبل السيزون. اول حاجه بيبص على السكواد، احنا عندنا السكواد ده طيب، انا شايف ان الفتره اللي جايه ديت علشان نبقى واقفين على رجلينا محتاج 3 سنين عشان بالزبط. ابدا بالزبط. اكون موجود صحيح. في المربع الذهبي او انافس صحيح. خلال ال3 سنين ديت انا عندي خطه، السنه دي هنعمل كذا صح. السنه الجايه هنعمل كذا صح. ببادجت محطوط حتى لو ما عنديش بادجت يا هاني. انا مثلا ماشي. انا يا جماعه الامكانيات صعبه شويه، انا هعتمد على ناشئين النادي اللي هشوفهم بعد 3 سنين. جميل مثلاً. ده جزء من الخطه ان هتدخل قطاع الناشئين وهتطور اللاعبين ده جزء صحيح. لكن في جزء لازم في لعيبه على مستوى مثلا هنتكلم على المنتخب وهنتكلم على اللعيبه الاجانب تمام. مدى تاثير اللعيبه المحترفين الاجانب اللي بيجوا الدوري المصري، هل بيرفعوا قيمه الدوري المصري؟ هل في استفاده منهم على المستوى على مستوى التسويق؟ هنتكلم في دوت. عشان كده كابتن شريف عايزين نروح لمنتخبنا القومي. الحقيقه قبل ما نخش ببعض الفنيات، احنا طبعا عندنا ماتشين، بوركينا فاسو يوم 6 وعندنا غينيا بيساو يوم 10. كابتن شريف ايه رايك في القائمه اولا؟ يعني احنا يمكن اتكلمت معاك قبل الهوا على عمليه هو منتخب مصر محتاج ايه؟ محتاج السبورت، محتاج الدعم، لان ده منتخب مصر صحيح. مع احترامي لكل الاسماء مش منتخب الكابتن حسام حسن، ده منتخب مصر، وبالتالي احنا لينا مصلحه منتخب مصر. إيه انت شايف في القائمه ازاي يا كابتن من وجهه نظرك؟ وشايف كمان الماتشين اللي جايين امام بوركينا فاسو وغينيا بيساو ازاي؟ هو بالنسبه لبوركينا فاسو والشكل اللي هو اختاره للمقابله دي، اي مدرب في بيجي مصر او اي حد غير حسام ابراهيم قبل حسام بعد حسام هيجيب الجماعه اللي هم المحترفين ويبني عليهم القواعد الاساسيه، باستثناء ان احمد حجازي مش موجود اصابته في فبيجي بيعمل حاله تعويضيه من اللعيبه اللي هو بيقول على نافذة على الدوري العام مش شايف حد، فهيبقى معاه نفس الجنود اللي هي معاه في الدورة الحبية اللي كانت موجودة قدام كرواتيا والحاجات دي، اللي هم محمد هاني بالظبط، اللي هم محمد هاني، محمد حمدي، باك ليفت بتاع الزمالك فتوح بيشوفوه دلوقتي وبيشوفوا الإصابة بتاعته ايه، إذا كان مش موجود الماتش ده هيبقى موجود ماتش غينيا بيساو صحيح. فهو عنده لعيبة متاحة، هو اضاف عليهم 3-4 لعيبه النهارده، دخل محمد عاطف، خرج محمد عاطف، دخل مش عارف حد تاني مش دول اللي هو حاطط الايشو بتاعها، هو صلاح مصطفى محمد وتريزيجيه وزيزو وامام عاشور ومروان كويس، واخد اكرم معاهم في الحكايه، وناس بيقول لك ده هيبتدي كمان باكرم، وانا ضد ان هو يبتدي باكرم، انت بتلعب على ملعبك، انت محتاج زيزو ومصطفى فتحي والنوعيات دي الكواليتي ده اللعيبه دي الفوتبولرز اللي هم يخلصوا لك ماتش يجيب جون والتاني وتقفل بالتالت كمان، عشان لان فرقه بوركينا فاسو دي فرقه سريعه جدا، لو اديتها الفرصه انها تعمل لك زيارات وتهددك وتاخد ثقه عليك ما عندهمش حاجه يبكوا عليها صحيح. مش جايين يلعبوا على الديفندر ويطلعوا منك ببونت، مش هيجرى لهم حاجه لو هم لا من الفرق اللي بتلعب اوبن جيم
ودي الخطوره في الفرقه دي يا هاني. يعني بوركينا فاسو خلي بالك احنا اتكلم عليهم، لكن بوركينا فاسو سرعات يعني عندهم سرعات متوسط الاعمار بتتكلم في 24.7 طيب. بتتكلم 25 سنه شفناهم قبل كده معانا في الدوره بتاع وقوام فريق محترف لكن بره. لكن مش فريق مرعب خلينا طبعًا. لا طبعًا. مش فريق مرعب مش مساله مرعب، ولكن انا خايف دايما من اللعيب اللي بيجري السرعات اللي بتجري في الملعب التعويضيه ان انا اضرب خط ويرجع تاني يعوض ويقدر يعمل كده. فلازم انا وانا نازل لغايه يوم 6 تكون كل الاشياء على قدم وساق. محمد صلاح السوبر بلاير بتاعي السبرنتر الهداف اللي هيخلص لي الماتش ده الاساس بتاعي، جنبه المجتهد اللي بقى دلوقتي بورد جان مصطفى محمد، تريزيجيه كعادته المتوغل اللي بيحاول يعمل اي احداثيات في اي فخلينا نتكلم مع امام عاشور كمان اللي بيكمل وبيخش ال 18. هتتكلم بقى على الغيابات ان ما فيش بلاي ميكر، وفي انا قلت لك قبل البتاع هنعتبرهم مين؟ شحات وقفشه ومن لم يكن له الحظ هنعتبرهم مصابين لغايه ماتش غينيا بيساو. يعني اكيد في احداثيات تانية وناس هتخش وبتبقى فيه شواهد من المباراه اللي قبلها على طول. فمصر قدامها بتاع 8 ماتشات لسه او حاجه زي كده في البطوله، فلسه في بقى كتير قوي، فمش هنحسس على خد ولا ما خدش ولا عمل ولا ما عملش. هي مسؤوليه مدير فني برضو هو اللي بيتحاسب عليها في كل خطوه وفي كل ماتش. صحيح. فبنتمنى له طبعا صح. ان مش الرؤيه بتاعته تبقى ثاقبه بس، لا بنتمنى له الفوز اولا واخيرا، بنتمنى لك الفوز طبعا. الفوز ده للمصريين طبعا، مش بتمنهولك انت مش بتمنهولك انت لا, لا. وبتمنه لك انت ما هو معايا لا هو راكب معايا ما هو هو اللي هيقف على الخط في كاس العالم هو اللي سايق بالظبط. هي يعني الموضوع بس هو مش فاهم انا بقول مش عايزين نشخصا منتخب مش عايزين نخش في حتت يعني انا زمان كنا بنلعب مثلا وكان في بعض الناس يعني الناس من حبها للكابتن محمود الجوهري كانوا بينزلوا يقولوا جوهري جوهري فيعني دايما اسم المدير الفني بيرتبط بمنتخب مصر، ولكن يعني خلي بالك اسم اسم مصر انت بتلعب باسم مصر، واعتقد الكابتن حسام اكتر واحد في طبعا. في يحمل حب يحمل حب كمان عنده كبير عنده جدا من جماهير الكره المصريه بالظبط. الناس كان بتحترمه اذا كان في ناس مستكتره عليك يا حسام انت وابراهيم المكانه دي، انما كان هيجي يوم ولازم كنت تمسك ودي جيت وكسبت، فاحنا بنتمنى لك التوفيق انت وابراهيم. ده كمان بيرفع بيرفع من قيمه المدرب المصري طبعا. هو دلوقتي الركراكي لما وصل قبل النهائي بكاس العالم مش رفع من قيمه المدرب المغربي طبعا، رفع من طبعًا. قيمه المدرب العربي نفسه كله. فوجود حسام حسن كلنا سبورت وكلنا هنتكلم والله كان خد ده ما خدش كل ده وارد نوبادز بيرفكت هنا بقى يعني كل دوت وارد، لكن انك تجرح او انت تجرح في لعيب زي ما اتكلمت يمكن في الانترو ما مش مطلوب خالص الفتره دي غير ان احنا نساند وان احنا نكون واقفين ورا منتخبنا. عندنا مباراتين ان شاء الله باذن الله لو كسبناهم يبقى قطعنا شوط كبير جدا للوصول لكاس العالم. كابتن محمد كان كابتن حسام حسن في بعض المؤتمرات الصحفيه بيقول لك من الطبيعي ان احنا لازم يكون عندنا عدد كبير من المحترفين تمام. عشان هيكون عندنا قوام منتخب قوي تمام. منتخب بوركينا فاسو زي ما شفنا يمكن على الشاشه من لحظات كله محترفين دي نقطه، ولكن كمان مش في التوب ليفل. يعني في واحد بيلعب في باير ليفركوزن، في حد بيلعب في شختار، في يعني اثنين بيلعبوا في الدوري بالزبط. المصري بالزبط. مش في التوب ليفل زي في انجلترا وفي حد في انجلترا لكن عندهم عناصر زي ما الكابتن شريف قال في تنزانيا بيلعب سرعة يعني لو احنا القايمه قدامنا كمان المساك بيلعب في باير ليفركوزن، واحد بيلعب في البنك الاهلي موجود في الدوري المصري، في الدوري الهولندي، الدوري البلجيكي، في تشارلورا، في عندنا كمان بيلعب في بيراميدز طبعا توريه موجود، فالنسيان الفرنسي. بنتكلم على الدوري الفرنسي مثلا في الليفل بي والليفل سي، في البرتغال، في امريكا، في فنلندا، في الدوري الانجليزي بورنموس. فعايز اقول في طبعا في شختار الاوكراني منتخب يتعامل ونحترمه ويتعامل حسابه، ولكن هو احنا لازم نحترمه لسببين. اول حاجه ان هو على الورق وبالنتائج اقرب المنافسين لينا، يعني هي بوركينا في المجموعه صح هي اللي احنا وهي بنتكلم، واخد بالك ازاي؟ مظبوط. تاني حاجه يعني احنا شفنا فرقه بوركينا فاسو في اكتر من مظبوط فرقه كويس، وبقى لهم اكتر من مره في امم افريقيا شريف لا ظاهرين وبيوصلوا لحتت بعيده بيتطوروا في البطوله بيتطوروا كده،
وعندهم طموح ان هو طبعا لان هم كلهم محترفين فبيفرق معاهم. وانت كنت طبعا عارف البطوله كانت عندنا هنا هم اللي خرجونا ولا كان مين اللي خرجنا؟ لا جنوب افريقيا. جنوب افريقيا انت كنت محترف وعارف ان برضو منتخب بلدك لما بيوصل لحتت بعيده انت بتديك اضافه طبعا في المكان اللي انت بتلعب فيه. طبعا هرجع لموضوع حسام اعتقد انه الفتره الاخيره كان مطلب جماهيري ان يجيبوا كابتن حسام حسن ان هو يمسك المنتخب. في ناس مسكت مصريين، حسام بدري مسك وإيهاب جلال مسك وكده، فمن باب أولى أن حسام بتاريخه الكبير كلعيب خدم منتخب مصر ومن أكتر اللعيبة اللي خدمت منتخب مصر وكلنا عارفين طبعًا الروح والإصرار هو إبراهيم اللي كانوا بيلعبوا بيه، وكذلك على مستوى التدريب برضو درب أكتر من فريق. أنا شايف أن هو بالذات تدريب المنتخب غير النادي طبعًا، تدريب المنتخب بيبقى مراحل، المرحلة دي والمرحلة دي، وعندك إمكانية التغيير. أنت ممكن تلاقي التشكيلة المرة دي غير التشكيلة اللي هي مثلا بعد الماتشين دولت في كام شهر هتلاقي تشكيلة مختلفة على حسب الوضع. ممكن يكون هو الفترة اللي موجود فيها دي مكتر عدد اللي عندهم خبرات عشان عايز يكسب الماتشات دي ويجري بالنقاط عشان يبقى خلاص عدى، لأن الماتش ده على أرضنا والماتش اللي بعده ممكن لو كسبتهم يفرق معاك خلاص، يعني نسبة كبيرة من التأهل ان انت تحققها يعني. وممكن بعد كده عشان اعتبارات كاس الامم الافريقية واعتبارات كاس العالم بعد كده 26، فممكن ينزل بمتوسط الاعمار بعد كده، ممكن دي مرحلة. هتلاقي لعيبة من اللي موجودين دلوقتي مش موجودين في المراحل اللي بعد كده. صحيح. فمحدش يقول اصل الفترة دي والفترة دي والفترة. انا يهمني كواحد يعني بتفرج على كورة وكده ان انا بقول ان حسام لازم ياخد الفتره دي اكتر ناس جاهزه لانه ما عندوش وقت. هو بيتكلم على انت تقصد الناس اللي رجلها في الملعب، رجلها في الملعب وعامله مستويات وكذا وكذا يعني، وان كان مثلا واحد ممكن يكون كويس بس كان بعيد عن الماتشات او كان او عنده شبه اصابه. هي الماتش ده مش محتاج، لان الماتش ده فيصلي بتلعب مع المنافس التقليدي ليك او المنافس في المجموعه بتاعك، تلعب الماتش الاولاني ده تكسبه تبقى البونت البنط بسته لان انت هتبعده عنك خالص. فدي حاجه مهمه ممكن يكون خد او واخد الناس اللي هي جاهزه. خلينا نتكلم على بعض الغيابات قد تكون مؤثره ولا لا. يعني مرموش مثلا اعتذر اللي عنده عمليه في ايديه او في صباعه فاعتذر. تمام. طب نشوف ترتيب المجموعه برضو عشان كابتن محمد حشيش قال يمكن المباراه ديت مباريات النقطه باثنين او الثلاث نقاط يفرقوا معانا جدا. منتخب مصر طبعا في المركز الاول بثمان نقاط، بوركينا فاسو بعد جولتين يعني بوركينا فاسو اربع نقاط، غينيا بيساو نقطتين، لا في حاجه ست غلط. نقاط اسف ست نقاط. ايوه ست نقاط، اربع نقاط، اربع نقاط بالنسبه لغينيا. فزي ما انت بتقول انت ان شاء الله باذن الله لو منتخب مصر كسب بوركينا فاسو هيبقى تسعه وبوركينا فاسو هتبقى اربعه. بالظبط. فانت بتتكلم بعدت عن منافس يعتبر منافس الاقوى تقريبا الاقوى في المجموعه، وبعدين رايح لغينيا بيساو. غينيا بيساو كمان الفرق، انت كسبت الماتشين دولت انت ضمنت بنسبه كبيره جدا ان انت متاهل. صحيح. فعشان كده هو التركيز على المباراتين دي بغض النظر بقى عن خدنا مين وما خدناش مين ومين اللي كذا. ما هو عنده فكره اكيد في دماغه ان هو يعني ياخد الناس الجاهزه اللي رجليها في الملعب اللي ممكن تكسبه ماتش زي ده، هيفرق كتير قوي. كابتن شريف قبل ما تنعس مننا شكلك لا انا بتفكر في التشكيل. انا بفكر هو بدري بقول لك ايه، انا عايز اصالحه على عمر كملعب واحد. بص ما اعتقدش الخلافات الشخصيه ممكن تخش. لا انا 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 حابب ان هو عمر لعيب كبير واكيد انا حابب ان هو يكون معاه اعمده جامده برضو طبعا معاه يعني يرتقي باللعيبه دي كلها والنادي دي كلها. تبقى ما يجيش واحد يقول له انت ما خدتش قفشه ليه؟ لا ما تاخد قفشه هيجرى يعني. ما خدتش حسين ليه؟ ما فيش ايه؟ ما خدتش فلان ليه؟ ما تاخدهم، هم معاك وهيجرى حاجه لو كانوا معاك. ما هو فيش اي حاجه خالص يعني، خليك دايما ماشي مع يعني متوازي متوازن ومتوازي وكل حاجه. بص انا عايز اقول لك خلي الدنيا كلها، ما حدش يقول لك حسام حبيبي يعني. اصل يا كابتن خلي بالك يعني عمرك ما حدش يقول لك قايمه، عمرك ما هتنزل قايمه. هو انا حد يكبرني ان انا اقول له؟ لا لا طبعا انا حد يكبرني دلوقتي ان انا اقول له خد عمر كمان العب واحد، وانا عارف ان يمكن عمر تصرف قبل كده في اي حاجه حصل خلاف بينهم او حاجه. انا ايه اللي يخليني كده؟ انا بحبك وبقول لك خد اللعيبه. صحيح طبعا. ان اللعيب ده
وانس ان هو عايز يرضيك كمان ده هينزل يموت نفسه، ده هينزل زي الجوهري ما كان اللعيبه بتاعه بتحبه كانت بتنزل تموت نفسها. الحقيقه الاقي لعيبه 60% بيدي ندي 80 و90%. انا مصر برضه يا شريف معلش يعني قطعتك يعني ان برضه ممكن يكون هو في ناس في الفتره دي مش ان هم خدهمش عشان هم لا يستحقوا او مش كويسين، انما هو هتلاقيهم دول اساسيين عند حسام الفتره اللي بعد كده ماشي اللي جايه ماشي كل حاجه يعني. احنا بنتكلم زيك كده على الفيوتشر تايم، انا ما بقولوش النهارده ما خلاص انت اخترت مجموعه دلوقتي هتاخد بيها مباراه او مباراتين كويس. انت بتتكلم على اللي انا جاي. بتكلم على ان شاء الله لما الفتره تبقى اللي جايه مستريح نفسيا والكلام من ده ما اعرفش ايه صح. دخل دخل العروق كلها ودخل الشرايين كلها اللي هي متاحه. لما ما تطلعش تقول لي ما فيش لعيبه في الدوري والراجل ينزل يجيب واحده شوطه مش عارف من في المقص وبعدين يروح جايب جون كمان بعدها بيومين، هو ده ما كانش في الدوري؟ لا كان في الدوري. وانت هتتحاسب عليه، هتتحاسب وانت بتتفرج عليه. تفتكر عدم مشاركته الافريقيه اثرت مع حسام اي حاجه؟ ممكن. انا قلت لهاني مصاب يعني، ولكن في الفيوتشر تايم احنا ماشي احنا لازم يكون ان ماي مايند يعني طبعا. لازم يكون معايا لازم يكون معايا في عناصري للمصري للمنتخب المصري يعني ما فيهاش انا لعيب طبعا بموت نفسي في وخلي بالك ملهاش دعوه في اقوى فريق في مصر كابتن شريف، ملهاش دعوه باهلي وزمالك احنا بنتكلم على منتخب مصر يعني. انا كان في وجهه نظري ان مثلا دونجا دلوقتي في نادي الزمالك وصل لمرحله جيده جدا وكان ممكن يكون متواجد ممكن يكون ليه دور يعني ملهاش علاقه ده باهلي ولا زمالك. انا يعني من وجهه نظري واحنا لما بنتكلم على وجهات نظر لا تتعلق خالص بنقلع التيشيرت احنا يعني بنقول وجهات النظر، ولكن القرار الاخير للكابتن حسام وهو يعني الراجل المسؤول الاول والاخير عن المنتخب. عمر جابر في نادي الزمالك عمر مش مثلا عمر كمال عبد الواحد بنتكلم على الشحات يعني طبعا. احنا نقدر نقول له لاعب كهربا مثلا كهربا كراس حربة لا عايز اقول لك حاجه، انا اقدر اقول له لاعب الشح بتاع ده شوبير ولا تلعب لا. ولا تلعب شناوي هو ده هنا الكوتش بقى انا دي مش بتاعتي، انما هو عامل ايه واخد الاثنين ايوه. حد يقدر يتكلم لو حتى ما وقفش الاثنين تتوقع يلعب مين؟ معرفش تتوقع يلعب مين؟ مش هخش له في كل حاجه انا مش هتوقع معاكم انتوا هتتوقعوا مين انا اتوقع انا في دماغي التشكيل شويه ممكن ما يخرجش عنه حسام حسن، لكن خلينا نتكلم قبل ما ننهي على التشكيل. انت قول التشكيل. اقول انا التشكيل طيب اقول انا التشكيل طب ناخدها مركز مركز ونتناقش طيب ونتناقش فيه. انا بقول ممكن هيبدا بمحمد الشناوي مش مصطفى شوبير. ايه رايك؟ انا بقول هيلاعب شوبير الشناوي الشناوي يعني تكمله للكلام اللي انا قلته من شويه. ايوه ان هو عايز الناس الجاهزه اللي في الملعب. انا جزئيه ممكن تكون الخبرات شويه وعوده الشناوي. الشناوي طبعا ومصطفى عامل اداء ولا اروع والاثنين يستحقوا الحقيقه، فدي ممكن يعني عليها 50-50. انا بقول محمد هاني هيبدا ب رامي ربيعه عبد المنعم ومحمد حمدي. مظبوط انا معاك تمام معاك. وسط الملعب هيبقى امام عاشور مروان و تريزيجيه زيزو. لا امام عاشور زيزو بقى زيزو اصل انا اكرم العب بيه في غينيا بيساو ماشي. انتوا الثلاثة دول حد يعني العب هنا بالفوتبول امام ومروان العب هنا العب هنا بزيزو. انا معاك. وتعامل زيزو مع لو كان قفشه كنت هقول لك يلعب ليه بقى؟ انا عايز محمد صلاح ده بو حاجات كتير تروح، ولكن بس زيزو ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال؟ يمين او ناحيه اليمين ناحيه محمد صلاح مش كده؟ التعامل بين زيزو ومحمد صلاح أيوة. أيوة. محمد صلاح بقى دلوقتي عامه بيعمل ايه؟ بيخش لجوه. ما هو في الحاله دي ممكن جدا هو زيزو اللي يلعب طرف ومحمد صلاح. واحنا عايزين ايه من زيزو؟ بيخش جوه. احنا عايزين من زيزو الكره الثانيه اللي هو بيبعتها بعد كده او العرضيه اللي بيعملها. واحنا نسترزق بقى كل مصطفى معروف محمد صلاح مصطفى وتريزيجيه. انا بقول كده. يبقى احنا هنقف عند حارس المرمى بس اللي هو بتبقى انت ما قلتش مين في ايد مدرب. انت ما قلتش مين. انا قلت مع انت زوغت مع هاني. بص انا زيك اللي تكسبه لعبه متربين عليها يعني أي. ولكن واحد زي الشناوي وبعد ما خف وعودته والكلام من ده اللي هيكرر مدرب حراس مرمى منتخب مصر. وانا مصطفى شوبير حتى يعني مصطفى شوبير يستحق يعني خلينا نتكلم لو مصطفى شوبير بدأ المباراه مش مفاجاه لحد خالص. بس انا عايز اقول لك حاجه هاني، انت عايز خبرات اكتر من نهائي افريقيا ونهائي قبل كده وقبل النهائي. يعني عنده خبرات برضو
قدام جماهير جامده جدا يعني ده انا ده الخبرات بيلعب باللاين بيلعب بالديفنس بتاعه اللاين ديفنس بتاعه هو هو يعني محمد حمدي بس اللي هو مكان محمد حمدي مكان مكان كريم فؤاد كريم مكان معلول مصطفى يعني مصطفى مصطفى بيلعب برجله كويس قوي طبعا ودي ميزه لان هيبقى انا عارف حسام برده بداياته من تحت ولازم هيعمل بيلد اب وكلام من ده يعني فبرضه هيفرق معاه اول حته دي يعني ده هو كله رايي مع احترامي الكامل طبعا للشناوي احسن حارس في افريقيا وكابتن النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي ثلاث ارباعها بسبب الشناوي انما احنا بنتكلم على فتره كبيره من الاصابه بالنسبه لحارس مرمى في بدايه ماتش مهم لحسام ومهم لمصر يعني انت تلعبه غير بشاو مين الشناوي انا لاعب مصطفى الماتشين دول لان الماتش اصل الماتشين دول يعتبر ماتش واحد دول ورا بعض في ماتش في القاهره وماتش في غينيا انت عندك بعد كده هيبقى في ماتشات دولي لسه بقى اللي جاي الشناوي و و و يكمل بقى بعد كده لو هي وجهه نظر ان مصطفى مستوى رجليه في الملعب لكن في وجهه نظر تاني كابتن حسام اتكلم فيها ان هو وده كده نموذج برضو اعتقد لحارس مرمى المنتخب الالماني نوير لما كان مصاب واول ما خف بدا يرجع علشان قال لك الطبيعي في بعض المنتخبات او بعض الانديه الاساسي رقم واحد لما بيخف بيلعب عشان كده انت قلت كده انا متخيل كده لكن الاثنين قريت الحته دي يعني بس يعني لو انا خدتها بالراجل اللي رجليه في الملعب واللي جاهز اكتر على مستوى المباريات اكيد مصطفى شوبير من وجهه نظر شويه انا عارف حسام ممكن يفكر ازاي وده ما يقللش ابدا من مصطفى وكل الثقف لان الشناوي كمان حارس مرمى هو في حد ذاته ان هو اختير للمنتخب لاول مره بيتاخد منتخب مصر فدي حاجه طبعا كويسه لمصطفى واخد بالك بس انا هي اراء يعني مش عارف هو متهيألي اول مره دي ولا يمكن كان شارك المعسكر اللي فات بس ما لعبش مش عارف مش متأكد كان اتاخد او لا مش يعني مش متأكد لانه طيب. كان بيلعب وقتها كان بيلعب في النادي الاهلي وقتها ولا ما كانش مصطفى بيلعب مصطفى كان بيلعب اعتقد كان بيلعب anyway الفتره اللي جايه بالنسبه على المستوى يعني حضرتك متفائل كابتن شريف ان شاء الله باذن الله موجودين في كاس العالم 26 باذن الله لو كسبنا الماتش ده ماتش بقى وغينيا ماتش بوركينا فاسو عديت عليه من كسبت 2-0 3-0 اي نتيجه هتعملها وتكسب وتاخد الثلاث نقاط دي انت ان شاء الله في كاس العالم طب على الجانب الاخر غينيا بيساوي فريق مش ضعيف طبعا عندك مباراه مش سهله لو كسبت الفرقه دي انا وديت انت لو خدت من الماتشين في الماتشات الباقيه 4 بونت انت بتتكلم 4 بونت لا لا انا بتكلم على 6 احنا عايزين السته انا بتكلم على الثلاثه دول اهم ثلاثه لو خدتهم هم الفرق الثانيه دي مع بعض مش هياخدوا ده اللي هيتعادل مع ده واللي هيعمل هم هيبتدوا يخلصوا على بعض وانت كل خطوه بتطلع درجه كل خطوه بتطلع هتلاقي وانت طالع الدور الرابع هتلاقي اخر واحد عند 6 عند 6 لسه مستني الاسانسير خلاص بقى مستني الاسانسير حقيقه كل التوفيق لمنتخبنا وتاني الف الف مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله باذن الله مزيد من الانتصارات ومزيد من البطولات في دولاب النادي الاهلي في النهايه طبعا بنشكر ضيفنا الكرام الكابتن شريف نورتنا وشرفتنا احنا كنا مبسوطين معاك جدا النهارده استمتع بيك يا كابتن والحقيقه ومرتاحين نفسيا وبنتكلم بحريتنا ربنا يخليك وبنقول لحسام حسن ومنتخب مصر وجماهير مصر ان شاء الله نحتفل بيكم يوم 6 ان شاء الله كابتن محمد